من الاو تي في، مساء الخير. حلقة جديدة من مباشر مثل كل يوم بهالوقت ولغاية الساعة 6:30 لمتابعة كل التطورات، خاصة غداة الجلسة التشريعية اللي كانت صخبة امبارح، وتزامنا اليوم مع جلسة مجلس الوزراء التي لا تزال منعقدة بقصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. أكيد الأمور اللي رح نتناولها خلال هذه الحلقة، إضافة إلى السياسة وتداعيات أبرز الأمور بالدستور والاقتصاد، حصته الأكبر وهم الناس الأكبر. بيسرني أن نرحب بالكاتب والمحلل الاقتصادي زياد ناصر الدين معي بالاستوديو. مساء الخير، أهلا سنور وسهلا وأهلا وسهلا فيك. فيكي. يعني شو رأيك نروح لما صدر امبارح عن الجلسة التشريعية وإقرار صيغة التعيينات الجديدة للمراكز الفئة الأولى وغيرها من المراكز العالية بالمؤسسات العامة؟ هالخطوة أداة دستورية أو لا، خاصة مع تحفظ وتصويت ضد هذا القانون من قبل تكتل لبنان القوي؟ مين أفضل من الأستاذ عادل يمين يخبرنا إذا هذه الخطوة دستورية أو لا؟ الخبير الدستوري والدكتور في القانون عادل يمين، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك ببداية حلقتنا. ضيفك وللمشاهدين. مساء النور. أستاذ عادل، اللي صار امبارح بالجلسة التشريعية، هل آلية التعيينات اللي تم إقرارها بقانون بالجلسة التشريعية دستورية؟ كلا جزما يعني. طبعا، وهذا الجزم ناتج عن نص الدستور وعن اجتهاد سبق وصدر عن المجلس الدستوري في هذا الخصوص العام 2001، وليس منطلقا من أي اعتبارات سياسية، علما بأننا جميعا نتطلع إلى تأمين آليات تتيح اختيار الأفضل في الإدارة العامة، ولكن من دون تجاوز الدستور، لأن تجاوز الدستور بحد ذاته يمثل نموذجا سيئا في العمل الدستوري والمؤسساتي والسياسي. وبالعودة إلى ما يعرف بالكتاب أي الدستور، يتبين صراحة أن المادة 65 من الدستور ناطق عملية التعيين للموظفين بمجلس الوزراء، وخصصت موظفي الفئة الأولى بوجوب حصول تعيينهم على تأييد ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الوزراء يعني كحكومة، وفرضت أن تتأمن هذه الأغلبية باعتبار هذا الموضوع هو واحد من المواضيع الـ14 الأساسية التي اعتبر الدستور أنها تحتاج إلى شبه توافق، وتحديدا إلى تأييد ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم الحكومة. كما أن المادة 65 من الدستور ناطت بمجلس الوزراء رسم السياسات العامة، وفوق ذلك فإن المادة 66 من الدستور ناطت بالوزير إدارة المرفق الوزاري وتطبيق القوانين والأنظمة كل بما خص وزارته. يعني مشان هيك امبارح رئيس تكتل لبنان القوي النايب جبران باسيل اصر على انه هيدي تخطي لصلاحيات الوزير وما بيجوز هذا الامر، وكان التصويت ضد هذا القانون. طبعا. طيب شو ممكن يصير يعني خلص اقر هذا القانون؟ اقتراح التعيين استاذه نتالي يجب ان ياتي من قبل الوزير باعتباره هو رئيس المرفق الإداري، هو الرئيس المرفق الوزاري، وقت لما الوزير بطل عنده بده يكون صلاحية. مشرف على هالوزارة بده يكون عارف مين في بإدارته، كما أنه مجلس الوزراء هو صاحب حرية في الاختيار. وقت لما بتجي الآلية بتجعل من الوزير مجرد ساعي بريد وبتقيده بعملية رفع الأسماء، كما بتجعل من مجلس الوزراء مقيد
بالاختيار معناتها تجاوزت النص الدستوري اللي بيترك الاختيار لمجلس الوزراء. وقت لما النص الدستوري اجى بصيغة مطلقة بحسب قواعد الدستور، المطلق يفسر على إطلاقه ولا يجوز تقييد مجلس الوزراء. طب في أي خطوة يعني يعني ممكن تتخذ يطعن بهذا القانون؟ مثل ما انطعن بالقانون رقم 363 تاريخ 16 آب 2001 أمام المجلس الدستوري، وصدر بنتيجته قرار برقم 5/2001 بتاريخ 29 أيلول 2001. اعتبر في المجلس الدستوري انه الآلية اللي بوقتها وضعت فيما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى والثانية، وقيدت الوزير بالاقتراح وقيدت مجلس الوزراء بالتعيين، هي آلية باطلة. وأعتقد أن المجلس الدستوري سيكون له الموقف ذاته وقت لما بتورد مراجعة طعن من أصحاب الصفة فيما خص القانون الذي أقر في مجلس النواب بالأمس. ولكن يمكن لفخامة رئيس الجمهورية قبل ذلك خلال مهلة الإصدار أن يرد القانون إلى المجلس النيابي ويطلب إعادة النظر به. وإذاك إذا أراد البرلمان إصرار على القانون يحتاج إلى الأغلبية المطلقة. أوكي. بتغير قصة التصويت، مش الموجودين كيف بيصوتوا مثل ما صار. لا، بدك نصف زائد واحد من 128 على الأقل، أي 65 نائب مؤيد للقانون بالقراءة الثانية. كما يمكن لرئيس الجمهورية ولرئيس المجلس النيابي ولرئيس الحكومة بمعنى واحد منهم أو لعشر نواب على الأقل خلال 15 يوم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية في حال لم يرده الرئيس أن يتقدم بمراجعة طعن لدى المجلس الدستوري ويطلب إبطاله، فيكون للمجلس الدستوري إذاك اتخاذ الموقف الذي يرتئيه في ضوء أحكام الدستور. واضحة جدا وكافية ووافية مثل العادة، دايما استشارتك بتخلينا هيك نعرف حقيقة الأمور وما يخفى. ومثل ما قلت حلو جوابك بالأول، كلا ليش عرفنا ليش. شكرا لك. أي أكيد. أستاذ عادل بعدك معنا؟ نعم. ضيف الأستاذ زياد حابب يسألك سؤال. تحياتنا. تحياتي لك دكتور عادل. أنا اللي بدي أسألك إيه، طيب اليوم وضع مجلس الخدمة المدنية بعد إقرار هيدا القانون شو بعد فيه له دور فعليا، وخاصة نعرف أنه هو لما أنشئ كان دوره كتير مهم بنوعية الاختيار وبالحفاظ على الكفاءة. اليوم بعد الإقرار الجديد لهيدا القانون ولا الآلية الجديدة، شو بقي في أهمية ودور لمجلس الخدمة المدنية لاحقا؟ هل أصبح شكلي أو انه ممكن يتم هيئة امتحانات او انه ممكن يتم تعديل شيء ليرجع ياخذ دوره ويرجع يعني يكون هو فعلا العامل المؤثر بانه توصل الكفاءه على المراكز مش توصل المحاصصه على المراكز؟ بعتقد الآلية اللي اقرت امبارح في مجلس النواب على بعد ما نشرت بس بعتقد هيدي الآلية بتتعلق تحديدا بموظفي الفئة الأولى اللي بيتعلق لمجلس الوزراء بده يقرر بخصوصه. أساسا موظفي الفئة الأولى ما في تقييد لمجلس الوزراء، ومجلس الخدمة المدنية باقي له دور على مستوى كل الفئات، الوظائف الثانية صحيح، الوظائف الثانية والثالثة والرابعة والخامسة دائما له دور سواء بالامتحانات أو بالإشراف أو بالاقتراح أو بالرأي، دائما له رأي. وهلا بموضوع الفئة الأولى، المجلس الدستوري أستاذ زياد بقراره اللي تحدثت عنه اللي صدر بال 2001 أشار بإحدى حيثياته إنه يمكن تكليف لجنة معينة، ويمكن يكون المجلس الخدمة المدنية ويمكن يكون سواه بين هلالين، ويسوى يكون رئيس مجلس الخدمة المدنية جزء من أي لجنة، بيسوى يتكلف لإعطاء الرأي لمجلس الوزراء، بمعنى أنه ما في شيء بيمنع مجلس الوزراء يطلب الرأي، وما في شيء بيمنع يطلع قانون
يلزم مجلس الوزراء بالاستحصال على رأي واستشارة وتوصية من مجلس الخدمة المدنية أو من جهات رقابية أخرى أو من لجنة معينة، ولكن ما لا يجوز هو الإلزام وتقييد مجلس الوزراء بخيارات معينة تضرب النص الدستوري اللي بتترك له الحق بالتعيين وبتترك له الحق برسم سياسات الدولة. وشو رأيك بالرأي اللي بيقول أنه في أشخاص بمراكز بيتم تعيينهم سيارهم الذاتية ومسيرتهم المهنية أعلى من أنه يخضعوا لامتحان أمام لجنة مثلا؟ لا، ما في حدا أعلى من أنه يخضع لمقابلة أو لتقييم، لأنه في مبدأ المساواة عملا بالمادة 7 من الدستور، واللي بده يتقدم بخدمة عامة ما في مشكلة أنه يخضع لمقابلة أو تخضع سيرته الذاتية لدراسة. يعني الخلاف مش على هاي النقطة، خلاف على دستورية هذه يعني الصيغة للتعيينات. نعم، من زاوية دستورية هون المشكلة. أوكي، شكرا لك أستاذ عادل يمين على كل هذه المعلومات، وأكيد إن شاء الله قريبا بتكون ضيفنا على البلاتو ونحكي أكثر بهذا الموضوع وغيره من الموضوعات الدستورية والمرتبطة بالسياسة والمواقف على ساحتنا الداخلية. شكرا لك دكتور. برجع لك أستاذ ناصر الدين، يعني رح نضلنا بأجواء الجلسة التشريعية اللي صارت امبارح قبل ما ننتقل لأجواء جلسة مجلس الوزراء، وبعد شوي بتنضم لنا زميلتنا جويس نوفل بتخبرنا شو عم بيصير ببعبدا وين صاروا وشو المناقشات، في تعيينات ما في تعيينات كمان، يمكن استبعدت شوي الفكرة تتأجل لأنه واضح أنه بعد ما صار في اتفاق للأسف. ما هيك؟ هذا الواقع اللبناني. امبارح تم الاتفاق على اقرار مساله السريه المصرفيه. صحيح. اللي كمان كان عليها بعض هيك الملاحظات، شو بتقول عنه؟ انا اولا بدي اقول بيلفتني انه شخصيات مثل الدكتور عادل يمين انه مش هي بمراكز متقدمه، يعني جد. اللي عنده هذا الوعي القانوني والدستوري أقله، يعني أنا بشوف أنا بأكد لك حافظ الدستور والقوانين من الألف للياء بإمعان وبفهم موضوع. أنا توقعت يكون وزير عدل بالحكومة أكيد وحتى بالمجلس الدستوري كمان، وبالتالي أنه هذا بيدخلنا على مطرح أنه إيه في كتير من الكفاءات اللبنانية خارج إدارة الدولة، ولهذا السبب بس حدا يسأل ويقول أنه لا الإدارة ضعيفة لأنه الكفاءات برا والمحاصصة جوا. لا الإدارة ضعيفة لأنه اللي عنده جرأة يقول لا للسياسيين وللفساد برا، واللي بيقول ايه وبيقدم خدماته بكثافة موجود بالداخل. بس هو امبارح العكس صار، يعني اللي عارض هذه الآلية لعدم دستوريتها اتهم، يعني التيار الوطني الحر تحديدا، بأنه والوزير جبران باسيل كمان أكثر بأنه بده يعين مين ما بده كرمال المحاصصة، تم رفض هذه الآلية. يعني كمان هلا اليوم إذا عم نحكي بالكلام الدستوري والقانوني شفنا هذه الوجهة النظر، وبالتالي انطلاقا من هذه الوجهة النظر التركيز الأساسي، شوفي نتالي اليوم وقعنا نظامنا السياسي قد ما صار كارثي هش، ومشكلة على الطوائف، مشكلة على الطوائف، ومشكلة صار على مجتمعه، ومشكلة كبيرة على انه هذا الكيان كيف بده يقدر يكمل، وعن جد صار عم يعكس مشكلة كارثة اقتصادية، وصل لكارثة اقتصادية، وبالتالي هالنتائج اللي عم نعيشها اليوم ما حدا يتفاجأ فيها، لانه هيك نوعية بتوصل لهيك نتائج. وصار كل الكلام بالسياسي، يعني شو ما حدا بده يحكي، اي طرف بده يطلع حسب مين عم يطرح او مين عم بيقرر، خلص دائما في خصم له، في حدا مسكر ما بده يسمع، وفي حدا بيكون خلص انه معتبر انه طلع من هذا الشخص هذا خطا، طلع من هذا الشخص خطا. ولكن اليوم ما نحن بدنا نشوف كيف عم بيتم التداول بالمواضيع، كيف عم يتم التنفيذ. يعني امبارح في موضوع قانون السريه المصرفيه، العنوان حلو ومهم، دائما العناوين طناني بلبنان وعناوين كبيره، بس نروح على التنفيذ هنيك الكارثه. منه بدايه اصلاح، ليش مين بده يطبقوا لقانون السريه المصرفيه؟ هيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. نعم. وهيئه التحقيق، هيئه التحقيق لمصرف لبنان. صحيح. مين بيعينهم هول؟ بس بالنهايه حياه للجنه، مين بده يعينه؟ يعني بيخضعوا لمعايير، بيخضعوا لمعايير ولا امتحانات شفافه، و
لكفاءات وقدرات معينة لتطبيق هذا القانون، ولا بيخضعوا لمعايير واللي بيخضعوا معايير سياسية؟ لا، ما كنا عم نعرف انه المجلس المركزي وهيئات التحقيق بمصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد، هلا لو نحن عنا هيئة تحقيق لمكافحة الفساد كان وضعنا هيك، وبالتالي يعني النتائج مبين، يعني العنوان مبين من بينقرا موضوع بينقرا من عنوانه. عنا قوانين كتير ولكن ما في بس بنرجع ما في آلية تطبيق سريع. لا خلينا نقول لك، ما هذا التعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق بمصرف لبنان اللي بدها تطبق قانون السرية المصرفية بتعينها الطبقة السياسية تعيين مباشر وتعيين بالمحاصصة. وبالتالي هذا يعني كأنه عم بتقول ما حدا بيحاكم حاله. لا، ما حدا بيحاكم يعني رح نوصل يعني ما حدا بيحاكم حاله. يا حرام كيف تضحكوا على الناس بقانون رفع السرية المصرفية امبارح. ليش بس؟ على كل حال كل الجلسة امبارح يعني كانت بس كرمال موضوع كان كرمال موضوع بس عن واحد. كل المسؤولين أنا بنظري اليوم أنا بنظري اليوم إنه امبارح ضحكوا على الناس بأنه إقرار قانون السرية المصرفية، لأنه هذا القانون اليوم طالما إنه اللي بده يطبق هذا القانون معين من قبل الطبقة السياسية وبالتالي المحاصصة موجودة، بس ساعتها القضاء عنده دوره موجودة. يعني في حال كان في شبهات على شخص وفي قانون برفع السرية المصرفية رفعت السرية عن زياد اللي هو مسؤول بهيدا الدولة وإجا القضاء كمان وضع يده على كل سيرته المالية وغيرها. قضاء مين؟ طب ما هلا رجعنا يعني كل شيء هون ظابط يعني لا كأن... لو ظابط ما وصلنا لهون. برأيك أي أهم كان اليوم، أنا أعمل إقرار لقانون السرية المصرفية ولا أعمل إقرار لاستقلالية القضاء؟ إذا عندي قضاء مستقل هذه القوانين بتقوي، بس أنا رايح شو عم بعمل؟ امبارح علت نبلتها وزيرة العدل أنه مش عجبكم شيء أنتوا السياسيين، إذا بدكم تتدخلوا مش عجبكم، وإذا ما تدخلتوا مش عجبكم، إذا وكأنه بس عم بتعاني من شيء. لا، عم بتعاني لأنه التشكيلات القضائية عم تقدر تخلص؟ مش بسبب مش من اليوم بسبب الإشكال السياسي ما عم يقدروا اليوم بالتشكيلات القضائية يعملوا إقرار لإله. بدي أرجع لموضوع السرية المصرفية. أهمية الموضوع بموضوع السرية المصرفية تقنيا 100%. خلينا نفوت تقنيا. طيب يعني اليوم مفروض أنه نحن نقول أنه 2% اللي بيمتلكوا 98% من الودائع واللي ممكن يكون القسم الأكبر منهم هو استعمل من مال عام وهني استفادوا منه سياسيين واستفادوا منه معاونين لألون ومدراء عامين وموظفين بالدولة اللبنانية، مفترض اليوم صاروا هني خاضعين لسلطة القضاء والقضاء يحقق بهيدا الواقع ويحقق بهيدي الأموال. بالوقت اللي كان عم ينقال انه نحن اذا عملنا اقرار للسرية المصرفية غيرنا وجه لبنان الاقتصادي، بس ما نقال انه الواقع الاقتصادي والمالي بلبنان لما في عندي 21599 حساب بيمتلكوا هالواحد بالمية من الودائع. مش اتنين حتى يعني تعطون مصر على الواحد مش اتنين. لا اتنين غير فئة يعني لا بالحسابات بالأرقام الواحد بالمية. لأنه يعني في واحد بالمية عم يمتهني 21592 حساب عم يمتلكوا هالواحد بالمية اللي هني إذا بدنا نحكي بالقيمة تاعيتهم يعني قيمتهم 78 مليار دولار. عم نحكي نحن بهالمجموعة، فإذا اليوم هول بدك تبلشي فيهم، بدك تقسميهم، بدك تشوفي إذا كان فيهم مودعين وكان فيهم ناس تجار وناس اشتغلت بحق أو بمجهودة هول حق تحميهم، بس بدك تشوفي دافعين ضريبتهم المطلوبة. أما القسم الثاني إذا فيهم موظفين ونواب فاتوا كانوا أساتذة مدارس وصاروا ملياردارية ووزراء فاتوا يعني. وكله مبين. وهذا الموضوع بدنا نشوف كيف بده كمان يتم تطبيقه على العيني والمنقول والغير منقول. وبالتالي في امور مش بس الاموال الكاش، هلا اموال كاش ما في كلفنا خاطرك الله يعني بيخبزوا بالافراح فيها، بس موضوع اللي بيتعلق بالامور العينيه كمان بده ينشاف، هاي مروحة كبيرة. يعني لازم يكون في مبرر لكل شيء يمتلكه موظف أم مسؤول في هذه الدولة. اليوم لازم الناس مش هيك، هلا لازم الاستفادة من هذا الموضوع إنه يصير في مطالبة كل فئة طالب فئتها. معلش خلينا مهني هذا البلد طائفي يعني مسكر يعني كل يعني حدا يطالب بيطالب اللي عنده انه انت بلش حاسب. خلينا نبلش كل واحد يبلش من عنده، خلينا نفتح المواضيع يعني يبطل في خطوط حمر. ايه طبعا، لانه لا من مراجع دينية ولا من مراجع سياسية ولا من مراجع يعني حزبية. هون المشكلة انه هيدا ممكن ياخذنا لمطرح انه فينا من هون ننطلق لنطالب باستعادة المال اللي خرج من لبنان.
بس يعني هون قانون السرية المصرفية كان لازم يستكمل، بس هن استعادة يعني على الأموال طول عم بيكون المنهوبة. الجواب انه ضمن القانون كل واحد حقه هيدي ملكية خاصة، انه انا اموالي حقي اخدهم لبرا طالما انا مش سرقتهم. يعني ايه بس مش حقك تاخديهم وقت الأزمة. هون اذا ما كان في بمرة من قانون المرات بيمنع انا ايه بالمرة شو لا لا ذنبي؟ لا وقت الأزمة على بس وقت الأزمة انت عم لا تحكيني وقت هون الأزمة بضمير سكرت يعني. المصارف. لا مش بضمير، سكرت المصارف، سكروا أغلقوا أبوابهم. هيدي الإغلاق ال14 يوم، بكرة التاريخ بده يكتب عنا قديش هيدي سببت بالأزمة الكبيرة بلبنان. ما رح ترتد سلبا عليون لأنه ومرتدت كتير عم خلص، بينحكى ارتدت أنه ارتدت رح ارتدت نشوف. لا لا ارتدت سلبا عليهم، ارتدت سلبا وكترت. بس هيدا بياخدنا لمكان انه خرج من البلد مبلغ كبير، انه هيدي كلام ائتمان وما ائتمان. هذا يعني مش كتير قانع حدا، هي واحد. اثنين مش ما قانع حدا. اثنين بدنا نشوف هيدي الاموال اللي خرجت خلال الازمه، وانا قال لي اياها احد نواب حاكم مصرف لبنان الكبار، وحتى حكاه بتصريح تلفزيوني منيح، واللي اليوم هو عليه اشكاليه معينه بتعيينه، معروف مين، بيقول انه ارتكبوا خطيئه كبرى بالتسكير لمده 14 يوم. اكبعد من هيك، حتى حاكم مصرف لبنان بيعتبر انه تسكيره ال 14 يوم كان كارثي. وبالتالي هيدا التسكير شو صار فيه بهيدي المرحله؟ هيدا بيتطلب اليوم الهيئة التحقيق تقوم بدورة. بس انت اليوم نحن بظل أزمة، ما في مجلس مركزي لمصرف لبنان، ما في نواب لحاكم التعيينات مصرف لبنان، المالية ما في هيئة واقفة رقابة، مجمدة ما يعني. في كان شيء. في أمل اليوم يصير في بس تعيينات الغريب إدارية الغريب كمان يمكن. الغريب هلا إذا قطع خلصت الجلسة على فكرة هلا، ايه هلا بهاللحظة ممتاز انتهت جلسة مجلس الوزراء. ممتاز. بس والغريب إنه بلد عنده هالأزمة وليرته بدها تنهار، وعم تنهار، مش بدها تنهار عم تنهار خلص، وعالكارثة. ويا ريت هيدي الطاولة بتشهد قديش ذكرنا بكتير من الأمور بالسنتين الماضيين إنه ما نوصل لهون، وقديه حكينا بهيدي الأمور. وبالتالي إنه وصلنا لمرحلة عنا كل هالنقص وما في قرار سياسي إنه بتعيين كفؤين بهيدي المراكز لإنقاذ الأزمة. لا بعدنا بنفس إلي أو إلو، بس مين طمن لإلي ومين حاكم لإلو. مصرف لبنان امبارح لباري ماتش انه لبنان منه بلد مفلس، اي حنحكي هلا نحن بألف خير والليرة حنحكي شوي خير. رح نحكي شوي عنه هذا الموضوع لأنه في شيء هون ملفت. شفنا الدولة الحكومة عملت خطة، سمتها خطة، أنا بنظري هي بيان مالي للعبور إلى صندوق النقد الدولي، بس حددت خسائر برقم. أول مرة 82 مليار دولار، تاني مرة صار 150، هذا كمان بدنا نحكي فيه هلا بتفاصيله. ايه والأحلى من هيك 81 راحوا حتى يعني لا لا 82.6 إذا بدك أكثر والأكثر من هيك، رحنا لمطرح تاني، إجوا جمعية المصارف كمان طلع معهم رقم، ومصرف لبنان طلع معه رقم. كل واحد عايش ببلد. عنا الأرقام وجهة نظر صراحة، لا مش وجهة علم، نظر مش علم لا يعني. بتعرف شو صارت هلأ اليوم؟ الأرقام صارت هي موقف سياسي كمان، لأنه صار كل واحد عم يحكي، كل حدا عم يحكي بمال. وهيدا ورايحين عند صندوق النقد ايه الدولي هلأ اللي لك أحلى من هيك، ردة فعل صندوق اللي أحلى من هيك، صندوق النقد الدولي حاطط رقم رابع يعني هلا كمان عن جد ما في أسوأ من هيك مرحلة. يعني بيشبه سعر صرف الدولار، ايه أربع أسعار. يعني إجت الحكومة حطت أرقام، بدها كتير من الحكي. قام ردوا عليهم بخطة المصارف، اللي بيسمعهم إنه اللي عم يعملوا خطة بيقول ها يعني هو البركي بيعرفوا أكتر بالأرقام. قاموا عملوا بيان إنشا، بيان إنشا كتير حلو، بيان إنشا ولا واعتبروا حالهم ضحية وكأنه وحملوا الدولة كل المسؤولية. بس هلأ بدنا نسألهم نحن كمان للمصارف، مين دين دولة عاجزة؟ مين استفاد من الفوائد المرتفعة؟ مين حقق أرباح بالفوائد يعني المرتفعة مؤامرة؟ وصلت ل 90 مليار دولار ما تدفعهم لبنان؟ مين عمل 22 مليار دولار أرباح للمصارف صافية؟ مين كان رأس ماله 63 مليون دولار سنة 92 وصار رأس ماله بسنة 2019؟ يعني وصلنا ل 22 مليار. مين كان يعمل أرباح 63 مليون دولار وصار يعمل أرباح 2 مليار دولار، 4% من الناتج المحلي صافي؟ مين استفاد من
تسهيلات واستفاد. يعني لازم يعوضوا عن الناس. وبالتالي يعني التعميم لما صارت اللي صدرت قبل بمبالغ صغيرة لازم طبعا تصدر تعاميم أكتر لكل الودائع والفكرة الموجودة وين؟ قيمة المصاري. والفكرة وين؟ المودع لما بيعطي المصارف الأموال بتحط الأموال عند المصارف، المصرف بحق له أنه فقط يستعمل لتسليفات القطاع الخاص أو أي تسليفات تانية مش أكتر من 30% من أموال المودعين. في مصارف قطعت 80%. بموضوع المصارف، في 5 مصارف بلبنان كانوا عم بيحصلوا 73% من مجمل الأرباح، وفي 59 مصرف عم بيحققوا 27% من مجمل الأرباح. كمان ما فيش عدد. وهيدي 5 مصارف هي المأزومة. المصارف هلأ الكبيرة هن المأزومين، بينما في مصارف تانية غير مأزومة. وبالتالي موضوع الدمج اليوم اللي عم ينحكى، دمج اليوم دمج المصارف، أنا برأيي هذا بيأثر على المودع. ما بيأثر، مش قصة بيأثر يعني على المودع، بس قصة أنه في مصارف، في مصارف ما شاركت بسندات الخزينة ووضعها منيح بس لأنه راحت بعزل أبيح بالمصارف الكبيرة، فصارت اليوم هي شو صارت بوضع أنه كأنه الكبير بده يأكل الصغير. ما بالضرورة، هذا الاتجاه كتير خاطئ. بده ينعمل دمج للمصارف بطريقة ضمن رؤية اقتصادية، والرؤية الاقتصادية بدها تاخد لبنان على رؤية اقتصادية انتاجية. وبالتالي اليوم ممكن المصارف الصغيرة وهذه مجموعة المصارف اللي عندها تكون هي عاملة، تكون هي عامل مساعد ببناء اقتصاد انتاجي. لذلك في مصارف وضع تعبان وما حدا يقول لا، بس عندها دور يعني بالمقابل. بس المصارف الكبيرة، وهون النقطة المهمة، أنه أنا برأيي في 3 لازم يخضعوا للتدقيق بلبنان: الدولي الحكومي والمصارف ومصرف لبنان. مش بس تدقيق بمصرف حكومي لبنان ككل. ايه طبعا، لأنه يعني بكل قطاعات، يعني عم تحكي أنت بالقطاعات العامة لا 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 وخاصة ولا كيف؟ لا، أو بالأداء، تدقيق الموازنات. لما ما في عندي قطع حساب عمدة 11 سنة وبعد لهلا ما في مش بس قطع حساب، ما كان في موازنات. شو أهمية قطع الحساب؟ ما كان في موازنات وما عندي موازنات، ما فيش قطع حساب. شو أهمية قطع الحساب؟ ينعرف شو بيجي، بيتأكد صح. بيتأكد أنه لما عملنا هيدي الموازنة وحددنا هالقد قيمة نفقات وهالقد قيمة إيرادات، طابق الأرقام أنه فعلا أنا نفقاتي هالقد صرفت ولا صرفت أقل، وإذا صرفت أقل لازم ترجع للخزينة. لأنه مثلا في وزارة مثلا أنت يعني بتجي حسب الأرقام العلمية حتى إيرادات لبنان كانت مرتفعة أكتر، يعني كانت تدخل الدولة وتربح بثلاثة مليار تقريبا. فالعجز اللي صار حتى كمان بالدراسة نتيجة سياسات خاطئة، نتيجة عدم رفع تعرفة الكهرباء، وكان البرميل 20 دولار صار 150. يعني كتير أسباب يعني بالعجز. بس بدك تقسمي العجز بلبنان بتقسميه على 3 فئات أساسية: ملف الكهرباء، سلسلة الرطب والرواتب، وفوائد الدين العام. هني هو 3 لأكتر شيء كانوا عم يأذوا. الكهرباء وما يتصل به من قصة المازوت وتجار المازوت. طب هو ما هو شو الكهرباء؟ يعني الكهرباء على فكرة، بس الكهرباء للعالم، بس للناس تعرف، الكهرباء يعني شراء الفيول. صح، شراء الفيول. يعني في شركات عم تشتري هذه الفيول وكانت عم تستفيد ومنعت انه يصير هذا الاتفاق يعني من دولة لدولة. انا كمواطنة عادية عم نحكي بنفس الموضوع كل مرة وعم نقول هيدا هو السبب، وفي ناس هي مستفيدة. طب مين اني هود الناس؟ مين اني هود الشركات؟ بلش يطلعوا للعلن. ايه اوكي، بس انه ليش ما بتتم وضعهم امام المساءلة؟ يعني هون دور القضاء. الناس تعبت. انت عم بتقولي عن القضاء، هون دور القضاء وهون دور النواب انه يروحوا لاقرار قوانين لاستعادة الاموال المنهوبة، للعودة والتدقيق. اهمية التدقيق المالي وين؟ لما بنقول تدقيق بالموازنات، تعرف شو تدقيق بالموازنات؟ يعني بدنا نروح نكمل تدقيق على المتعهدين اللي اخذوا التزامات من الدولة. وين صرفوا هذه الاموال وكيف صرفوا هذه الاموال؟ حدث ولا حرج. طبعا. هون بالنسبة يعني عم بيتم متابعة الحلقة، وفي حدا بعت لي رح أقولها مثل ما هي. بالنسبة للتعيينات الإدارية اليوم فهي مخالفة للقانون، خاصة المادة 12 من نظام الموظفين اللي بتنص على حق الحكومة بصورة استثنائية أنه تعين ثلث موظفي الفئة الأولى من خارج الملاك، يعني 26 موظف من أصل 79، ولكن الحكومات المتعاقبة عينت 34 موظف من قبل، مما يعرض أي قرار تعيين جديد من خارج الملاك
اللي بينطبق على 3 مرشحين اليوم للطعن أمام مجلس شورى الدولة. يعني نرجع لكلام نرجع دكتور يمين. للأسف كل شيء واضح بالقانون، المواد واضحة، المخالفات واضحة وعم بس ما ينحكى في فيها بلد، علنا، بس علينا. ما في محاسبة، نحن ما في اللي عم بيصير محاسبة. انه في مجموعة في يعني اذا بدنا نحكي من بعد 92 لليوم، واللي صار انه كيف انحكم البلد ومن مين انحكم البلد، واللي حكموا البلد اليوم على اي نتائج اوصلونا، وبالتالي بعدنا نحن بنفس الحالي. معقول حدا يحاسب حاله؟ ما هو المشكلة وين؟ انه كل هذا الهدر اللي صار وكل هذه السرقات المنظمة اللي صارت وكل هذه الاستفادات، مش ناس من المريخ استفادوا منها، الطبقة الموجودة اليوم الحاكمة كاملة كاملة موجودة اليوم وهي مشاركة بهذا الموضوع. هلا بتقولي لي في نسب وتناسب بين شو اسمه؟ ايه بقول لك في نسب وتناسب، ولكن بس انه في تحمل اسرار مسؤولية. من فئات واضحه انه بدها فبالتالي تحارب الفساد، وهون يمكن بتصير كب الشائعات، محاربه من هون، فتح ملفات بوجه، يعني بس كمان الناس بتحمل واضح مسؤوليه، بس بقول لك الناس 100% ليش تفرق وتكون راي عام يعني لا مش واعي هيك، بتحملوا مسؤوليه لانه بشو؟ انتم بالمجلس انتخابات، الانتخابات انتم كنتوا عم تنتخبوا اشخاص. اليوم المجلس النيابي مش هو السلطه التشريعيه وسلطه بيقولوا لك الرقابه على منين الحكومه، بنجيبهم من المريخ؟ سلطه ما هو هن الرقابه اللي عم على الحكومه، يترشحوا. لا ما كان في حدا عم ترشح غير، بس بغض النظر مش هن سلطه الرقابه على الحكومه، وبالتالي هذه سلطه الرقابه على الحكومه اليوم لو كانت عم بتراقب وعم بتطبق قانون النقد والتسديف مثل ما لازم، كنتوا انتوا الناس والمودعين خسرتوا اموالكم بالمصارف؟ كان هذا اللي صار صار بس. أكيد المسؤولية على الناس تعرف تفرق، وهون أهمية القصة. خليني بس أعطي شوية معلومات هلأ صدرت عن مجلس الوزراء. أولا أكيد مجلس الوزراء أجرأ بند التعيينات الإدارية لمزيد من التشاور، هيدا اللي كان مزيد من من الاختلافات، بداية الطريق واضح. وفي حديث لوزير الطاقة بعد جلسة الحكومة أنه خطة الكهرباء تتحدث عن 3 معامل وما حدا بيقدر الجزم من أين نبدأ. بعتقد قصة سلعاتها وإذا سلعتها رح يشمل الخطة والبداية منه ولا من غيره. كمان هيدا بند خلافي بالسياسة، كمان عم تم تعاطي بخطة معامل بنعرف أنه هي ممكن تأمن 24 ساعة كهرباء اللي كلنا بنحلم فيها. لا في مشكلة بخطة الكهرباء، وفيها مشكلة سياسية، وفي كمان أبعاد تقنية، فيها مشكلة تقنية، وبالتالي هذا الموضوع بعده موضوع ايه موضوع في مشكلة، بعده موضوع مشكل. وواقع الكهرباء بلبنان أنا برأيي أكبر من قصة مشكل داخلي. دعم الفاتورة لا 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 بقرار سياسي كمان، بس يعني أكبر من هيك، بس الحكومات بس المتعاقبة أكبر من عملت هيك. يعني أنا برأيي جريمة بهذا الموضوع. خليني أقول لك، موضوع الكهرباء أنا شخصيا حتى هون حاكي بهذا الموضوع إنه له أبعاد أبعد من الداخل، أبعد من الداخل شو يعني مرتبطة أبعاد بالفيول وبالنفط وأبعاد بالخارج، وبنفس الوقت أبعاد خارجية، وتغيير الخط من مصر على سوريا وهيك كله لا مرتبط. وأبعاد خارجية هيدا كمان، أبعاد خارجية بتتعلق إنه لأنه هذا الملف هو الملف اللي أكثر شيء عم يستنزف الخزينة المالية العامة بلبنان، وبالتالي أدى دوره مثل ما لازم بفضل الأفرقاء السياسيين بالداخل اللبناني، خدموا وعملوا خدمة كبيرة وخلونا كمان نوصل لهذا المطرح. لأنه بقول لك شغله، بال 2008 إجا عرض من الشرق لموضوع بناء المعامل بلبنان، ورفض هذا العرض. أنا ذاك رفض لأسباب سياسية بحتة، لأنه كان الواقع نعرف اللبناني المرحلة. في مرحلة أنه صح. تجاذب سياسي كبير. صح. لو قبلنا العرض بهداك الوقت كنا نحن موفرين على حالنا 25 مليار دولار يعني بس. حتى العروضات فيها اصطفاف. ايه طبعا، ما انك حكيت شرق وغرب كأنه في اتجاه شد حبال، فريق مع الغرب فريق مع الشرق، وهون الصراع اللي عم بيصير تحديدا على ساحتنا الداخلية، بما انه كله مرتبط بالخارج. اكتر من هيك بدي احكي عن قصة تغيير النظام الاقتصادي وتخوف البعض من أن نروح من الرأسمالية، من النظام الحر عفوا، يعني لنظام مقيد اكتر. خلينا نحكي بالنظام الاقتصادي اللي نحن عم انه متمسكين فيه، بس نحكي هيك بنتائجه. انا في عندي هيك شويه ارقام خلينا نعرضها خلينا الناس تعرفها. اولا هذا النظام الاقتصادي في 3 انواع من العجز، وهذا النظام الاقتصادي بالاحرى اسمه نظام 92،
يعني عم نحكي نحن بنظام تأسس ب 92 وبالتالي انطلق. ما حدا يقنعني اليوم انه هو قدر يستفيد من هذا النظام وبالتالي هاي النتائج. اولا عندي كان باستمرار عندي عجز بالميزان التجاري. وبالتالي عجز الميزان التجاري بدأ يرتفع بشكل مرتفع من 13 مليار و711 مليون دولار من سنة 2010 ل 16 مليار 17 مليار 18 مليار، وصولا انه نحن عجزنا وصل بالاخر في عنا 18 مليار دولار سنويا و 18 مليار عجز. عنا عجز بميزان المدفوعات، وبالتالي انه هذا العجز بميزان المدفوعات بلشت تكبر الهوة تعيد وتكبر تكبر من سنة لسنة لسنة. عنا عجز بالموازنات خاصة انه بعد انه غير انه عجز عدم وضوح، يعني ثلاث انواع عجز. هو ثلاث انواع عجز. عجز الموازنات منه عجز صغير، واذا دققنا بالارقام بنوصل انه اخر مرة عجز فجوة كبيرة فجوة في عجز الموازنات، انه عجز الموازنة وصل لمطرح انه انا هلا الحلو بالموازنة بنعمل موازنة ما بنحط فيها ارقام المتعهدين، ما بنحط التزاماتنا للمستشفيات، ما بنحط التزامات للضمان الاجتماعي، ما بيحسب الضيافه بيشيل اللي بده اياه وبيحطوا اللي بده اياه، وبالتالي عجز الموازن اذا رحنا للجد الرقم كتير كبير، والرقم فينا نقول انه بمطرح من المطارح كان واصل ل 8 مليار دولار 12000 مليار ليره. فالارقام اللي كانت عم تنحط هلا بدك تضرب، فالارقام اللي كانت عم تنحط ارقام كتير مخيفه. طيب وصلنا لمرحله انه عنا نسبه بطاله بالقوى العاملة الانتاجية بلبنان وصلنا لل 45%. لما نحكي 45% بس لو يعرفوا قد ايه 45% يعني متخطين ل 450 ألف شخص قوى عاملة انتاجية. ومرجح مع بعد جائحة كورونا ومع التدهور الكبير اللي عم بيصير هلا نحن نوصل لرقم انه يكون عندنا اكثر من 900 الف شخص عاطل عن العمل. هلا الدوليه للمعلومات وصلت للمليون ونشرت، بس ما بعرف قديش دقيقه علميا هيدا الموضوع عشان مرتكزين، لانه دائما بس نحكي ارقام انا بشدد على انه يكون في مرجع، يكون في ما بعرف دراسه علميه عن جد، لانه اوقات بنروح للبروباغندا. لا ليك تنكون واضحين، يعني اوقات يعمد الى شركات او مش عم بحكي عن الدوليه للمعلومات اكيد عندها مصداقيه، بس اوقات بنكب معلومه احسن من غيرها بكثير لانه عم تعمل شغل كثير مهم. وانا بدي هون بدي اقول لك شغله، لا الارقام اللي حاطينها الارقام اللي حطوها مش عم يعملوا ستاتستيك، مش قصة ستاتستيك، يعني هني عم يدرسوا تعتمد البروباغندا للناس تقبل بشو من كان. لا خليني واضحين، هيدا احنا هلا بأزمة، الحكومة رح تقدم حلول دولية للمعلومات، ما فريق سياسي قبلوا بشو من كان. بخليك شغلي، انا مش دفاعا عنهم، هني بدافعوا عن حالهم، بس هني منهم فريق سياسي، انا عم بحكي بالارقام مش جوعوا كيف ما كان. موضوع الارقام بخاصة بالارقام، نسبة البطالة مرتفعة بلبنان ولا مش مرتفعة؟ طب وزارة الشؤون الاجتماعية ب 2018 طلعت بيان بيقول انه في 1,200,000 شخص بلبنان عم بيعيشوا بمعدل 4 دولار 6000 ليره على القديم يوميا. وهذا الرقم ما تغير. يعني هاي مثلا هذه وحده من الشغلات. وبالتالي اليوم مثلا لما بينعمل ارقام متعلقه انه قديش لبنان دفع فوائد من سنه ال 92 لليوم وباخر 10 سنوات، لما بتبين بحسب تقارير جمعيه المصارف ومصرف لبنان بتبين انه دافعين 40 مليار دولار فوائد دين عام. هيدي اوكي واضح. طيب لما عم نحكي بالقطاعات اليوم في تدهور بالقطاعات، تدهور كتير كبير، وهذا صحيح. التدهور بالقطاعات ان كان بالقطاع كذا السياحي كذا سبب، وخاصه اليوم كورونا اجت ضربه قاضيه مزبوط. لا الضربه الاقوى موضوع سعر الصرف اكيد، هاي الضربه الاكبر، وحجز الاموال، بطل في حركه اقتصاديه نتيجه وحجز الاموال بالمصاريف لقدام. وحجز الاموال بالمصاريف كمان هيدي ضربه اكبر. وبالتالي اذا انا عم بحكي بهيدي الارقام بدي كفي. نسب الاستثمار بلبنان والنمو كانت عم تنخفض، وصلنا ل 0.25%. يعني لما انا بقول ما في نمو يعني معناتها ما في استثمار، وبالتالي صح. اذا ما في استثمار ما في انتاج اتزادي. ما في انتاج ما في نمو، ما في نمو ما في فرص عمل صح. لما بيتخرج من عندي 30,000 شخص كل سنه بالحد الاقصى عم يقدروا يلاقوا 3,000 فرصه عمل، والباقي بده يهاجر او بيقعد بلا عاطل عن العمل او بده يقبل بفرص عمل. القطاع العام ما بيقوم بواجباته تجاه القطاع الخاص. لما القضاء ما بيقدر يحمل المستثمرين. لما المصارف بتتحكم حتى
حتى بكل المفاصل الاقتصادية وبتتحكم برجال الأعمال. وأنا اليوم إذا بدي أقول لك كم رجل أعمال اليوم، عشرات أو مئات رجال أعمال اللي عندهم مشاكل مع المصارف اليوم، ومشاكل كتير كبيرة متعلقة بأمور بتتعلق بالفوائد، بأمور بتتعلق بقروض ما لازم كانت تاخد هالحجم الكبير والفوائد الفاحشة الكبيرة اللي تم دفعها، بتتعلق بحجز على ممتلكاتهم، أمور كتيرة. بس بده ينفتح هذا الملف في حكي كتير كبير فيه. وبالتالي ليش اليوم سكتين؟ طيب بالتالي هن اصحاب العلاقه ليش سكتين؟ لا بدهم، ما عم يفتحوا، عم لا عم بتصير عم كانوا عم يسكون. لا هلا تغير الوضع، هلا تغير، انا باكد لك تغير الوضع. بس كل هذه الامور اليوم، طب وصلنا لهذه المراحل، لما بيصير عندنا نعطي فوائد 13% و12% وهي الفوائد المرتفعه، وبنصير بدل ما نجذب نحن اموال لتعمل استثمارات بالداخل اللبناني، للعلم لبنان بحاجه لاستثمارات حده الاقصى بالسنه ليوصل لنمو مرتفع مش اكثر من 2.5 مليار دولار. وينهم هول؟ هول اللي عم يتغنوا بهذا النظام. لما أنا صرت اقتصاد مدولر، لما أنا صرت اقتصاد استهلاكي بستورد ب20 مليار وبصدر ب2 مليار، لما أنا صرت اقتصاد بدي يجيب الدولار وبدي أعمل كلفة مرتفعة واقتصادي ما بيقدر يتحمل وأنا ما بطبع دولار وصار عندي دولار وهمي بالبلد ما عندي دولار حقيقي، ايه وينهم؟ يعني لما صار عندي انا ازمه مصارف حققت ارباح 22 مليار دولار، لما احتاجهم مصرف لبنان وقال لهم تعوا حطوا لي 6 7 امبارح على الاحتياط موجود. لا هذا غير الاحتياط، غير الاحتياط، غير هذيك المصيبه. لما احتاجهم قال لهم تعوا ساهموا حتى ما نعمل هاي الازمه، لا راحوا اخرجوا اموالهم للخارج. لو الكلام بيقولوا نحن دينا القطاع الخاص، طيب انتوا دايين او لا القطاع الخاص دينوا الدوله والدوله الفلسه، لا مدينين القطاع الخاص، بيقولوا نحن مدينين بالقطاع الخاص. حبيبي انتوا ما دينتوا من ارباحكم، معلش ومش علينا. وهون بس بين هلالين بدي مرق شغلي، في كتير عم يطلعوا سياسيين بينتقدوا خبراء الاقتصاد، ويمكن على هاي الطاوله انا سمعت اكثر من واحد، بدي اقول لهم بس اللي طلعوا بينتقدون انه شو بتعطوا ارقام. لا حبيبي، لو نحن نرد علينا ما وصلنا لهون، نحن بهاي الأزمة بسببكن أنتو، بسببكن أنتو، لأنه أنتو كنتو عم تاخدوا قرارات خاطئة، لأنه أنتو ما كنتو عم تعرفوا تقروا أرقام، لأنه العجز بالميزان التجاري وميزان المدفوعات. روحوا اسألوا شو يعني هذا العجز، وشو يعني أنه يصير عندك عجز بالحساب الجاري، وشو يعني يكون عندك عجز بالموازنة، وشو يعني يكون عندك أنت كل أنواع العجوزات بمرة واحدة، وشو يعني أنك أنت تدين الدولة باستمرار وتصدر سندات خزينة، وشو يعني هندسات مالية تعمل أرباح 6 مليار دولار ووينة. وبالآخر نقول وينة، لما قلنا أنه الهندسة المالية اللي انعملت بدنا ندفع تمنها غالي كتير لأنه الدولة ما أخذت إجراءات ودفعنا تمنها بعد 4 سنين، بنفس الطريقة لما الدولة قررت تتخلف عن سداد الديون وما حطت خطة بديلة، ما كان كمان لا لأنه لا ما كان خيار، عم بحكي عن القرار الأخير، القرار الأخير اللي اتخذه الرئيس الدياب. لو أخذ معه الإجراءات المطلوبة الكاملة ضمن خطة كاملة لهيدا الموضوع، يعني قرار عار مزلط ما في معه، هو قرار هو لازم يؤخذ، بس كان بده يكون معه اجراءات. لانه لما اخذنا هيدا القرار كان علينا 31 مليار دولار، هو 31 مليار لل 2045 صاروا بيستحقوا هلا. الفكره وين؟ الفكره نستفيد من الدعوات لشطب ديون البلدان المتعثره ولا لا؟ يعني عم بيتم هيك مش هيك بهيدا الموضوع. هلا هو انه نتيجه كورونا في بعض الدول اللي مش عم تقدر تدفع ديونها. هل لبنان، انا اخشى من موضوع صندوق النقد الدولي توشي يضحي بصندوق النقد. صاروا 8 اجتماعات بس لهلا ما فهمنا شيء. لا صندوق لازم هيك، لا ما هو ما حيعطينا شيء احسن يضل شي. لا قصدي احلى الاجتماعات ما يتسرب عنا معلومات، ولا هو فعليا ما عم بيصير شيء؟ لا تقدم يعني شوفي، في معلومات عم تطلع بس ما زالت أهمية. وبالتالي صندوق النقد الدولي هو منه مثل ما دائما معروف مش جمعية خيرية، وفايت على لبنان له أبعاد سياسية، وأنا من عندك من هون لأنه يمكن بعتبر أنه أكتر شخص مناهض لسياسة صندوق النقد الدولي، لأنه بعتبر أنه الحكومي يعني عم بيقولوا أكيد. طب أنه وصلنا لمرحلة ما في عنا غير مناشدة صندوق النقد، وأكيد ضمن شروط لبنان، يعني ما رح يكون لبنان تحت مطرقة الصندوق. خلينا نقول لك، أولا صندوق النقد الدولي اليوم في 104 دول مقدمين طلبات رسمية لقلو ليأخذوا مساعدات. ثانيا صندوق النقد الدولي كلنا بنعرف أنه واحدة من أسباب الأزمة الاقتصادية بلبنان الحصار الأمريكاني على لبنان والعقوبات،
والعقوبات هي لها ابعاد سياسيه، مستهدف فيها العهد ومستهدف فيها المقاومه ومستهدف فيها وكبرت المروحه وتنزيلات كبيره. وفي هلا شنكر ايه شنكر يعني عم بيلمح بشكل رئيسي على مين؟ عم بيلمح علي وعليك، عم بيلمح على الوزير جبران باسيل من الاخر، مش هيك؟ هو عم بي راح بمعنيك الحلفاء حزب الله لا بس التلميح الاساسي لهونيك، يعني عم يحكي بتلميح بمطرح معين. طيب بس بس الفكره وين؟ انه هيدي العقوبات وهيدا القرار الامريكاني هذا يعتبر عدوان اقتصادي على لبنان، وبالتالي هذا العدوان الاقتصادي على لبنان مواجهته كيف بتكون المواجهه تاعيته؟ الزراعه اللي ماشيه بلبنان وحاله الفساد اللي ماشيه بلبنان كمان عم بيستفيد منها اكثر واكثر، خاصه انه ما في مكافحه للفساد وما في توجه لمكافحه الفساد. وبالتالي انه الواقع اليوم عم بيقلنا انه انا علي عقوبات، ومين عامل العقوبات؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي مين المساهم الأكبر فيه؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بتمتلك حق النقد الفيتو. يعني هي كأنك اليوم كأنه هي لبنان اليوم عم بيروح لأمريكا يطلب هيدا الشيء. ما مين عم يطلب؟ وكأنه يعني بموازاة العقوبات يعني رح يدخل السياسي مع الاقتصاد وشروطه. يعني هون ما بعرف ما بخفي سر نظرية المؤامرة هيدي ولا مش شو يعني الواقع هيك؟ هيدا الواقع عم ينحكى هيك. ما بخفي سر انه شروطه السياسية مبلشي من برا من اكتر من دولة واصلة لعنا. بس حتى انا يعني احكي شوي بتقنيا موضوع صندوق النقد. اكيد بصندوق النقد له شروطه، عنده وصفاته الجازي. من وصفاته دائما اللي بيعتمدها سلسله الضرائب، اضافه الى يعني تحكم بكل المفاصل الماليه والاقتصاديه للدوله. وشو يعني؟ يعني نحن عم نقول للناس انه انتوا المرحله اللي كنتوا عايشينها بالسابق انتهت. نحن ليش رايحين على صندوق النقد الدولي؟ في سؤال كتير مهم. رايحين لحتى نعمل خطة اقتصادية للبلد او لحتى نعمل اقتصاد انتاجي، او لحتى نقول للمصارف يعني. او لنقول للمصارف انه لنرجع نضمن اموال المودعين، او نحن رايحين لنكافح الفساد. وبالتالي بهول اربعة صندوق النقد الدولي ما بيأمنون. بمعنى نحن سنويا بحاجة ل 1.5 مليار دولار مواد غذائية، 1.9 مليار دولار استيراد أدوية، 1.8 مليار دولار فيول، 1.4 مليار دولار محروقات، 1.2 مليار دولار مستلزمات ما بتنتج بلبنان، وقدوا المواد أولية. هون يعني خليني أقول سؤال وزير الاقتصاد، إذا ما نزلت الأسعار رح يوقف الدعم. بدنا نحكي عنه هذا الموضوع. فنحن بحاجة تقريبا ل 9 مليار دولار. بما صندوق النقد الدولي جاي عم بيقول لك انه انا كل اللي بيقدر يعطيك اياه انت نسبتك المساهمة تاعتك 900 مليون دولار. وال 900 مليون دولار حد الاقصى اللي ممكن يعطيك فيه كانوا متوقعين انه ممكن يوصل ل 10 اضعاف. المعلومات هلا بتقول 4.5 مليار على 5 سنين. وانا بدي 9 مليار من اول سنة. كيف؟ سؤال هيك سؤال بريء. هذا برسم المعنيين. بدل ما انا اروح اشتغل على الاقتصاد الانتاجي، بدل انا بدي اقسم المشكله اليوم. بس بلش العمل يعني، وكانه الازمه اللي صارت خلتنا نوعى على حالنا. نحن اللي صار عندنا خف الاستيراد، وصار في تشجيع الناس انه عن جد تطلع لجوا مش لبرا، وتبلش تنتج يعني ولو على صعيد صغير. تجربة بس انه اول خطوه. التجربه اللي صارت استغلال التجار للأسعار كان كارثي. أنا هون بدي أقول له يعني. لوزير الاقتصاد ما بدي أزعل. لا بالعكس بدي أزعل، خليه يعني يسمعي. مفروض هيدا القرار يا ريته ما طلع. الدعم السلة الغذائية وقرار يعني رح يستفيدوا التجار، كأنه عم تقول مش هيك مش طلع تصريحه. لا أنا ما حاول هيك، يعني كأنه ما في سؤال. عن جد أنا هيك استشفيت من كلمته، أنه إذا لم تنخفض الأسعار بعد الدعم اللي صار لهالمواد سنوقف الدعم. أنا برأيي وكأنه ما في ثقة أنه التجار رح ينزلوا الأسعار. خليني لك أكثر. أنا برأيي هذا القرار كان خاطئ وناقص، وهيدا القرار اليوم أنك أنت نحن عم ندعم وبدنا ندعم ب 3200. أول شيء ليش بدك تدعم على سعر 3200؟ يعني أنت عم تجي تقلنا عم بتقولوا لهالتجار ما رح ينزل الجشعين والتجار اللي ما بيرحموا والتجار الاستغلاليين واللي وضعهم لازم يكون مثل وضع الصيارفي،
لأنه اللي ممكن يستغلوا الوضع لأقصى درجة. ليه يا حبيبي ما بيكون انه نحن بنعمل الدعم على 1500؟ وهذا سؤال موجه لحاكم مصرف لبنان ولو وزير الاقتصاد. ليه بدي اعمل انا لائحه واقول انا ضمن هيدي اللائحه بدي انا اجي اعمل تغطيه لمجموعه معينه ودعم معين على 3200؟ ليه ما بيكون على 2000؟ ليه ما بيكون على 1500؟ ما انتم ما حسيتوا انه هذا الموضوع مسبب كارثه كبيره بلبنان؟ اليوم الكلام بده يتوجه لمصرف لبنان بشكل واضح. مصرف لبنان انتوا قد ايه بتمتلكوا احتياطات بمصرف لبنان؟ اذا نحن من يعني اذا كانت الدوله ومصرف لبنان بياكد انه بيمتلك 20.20 مليار و630 مليون دولار مثل ما عم بيقول، وبالتالي ما في شيء بياكد انه بيدفعنا للتوجه لصندوق النقد الدولي. هي واحد. اثنين، واذا هو بيعمل يعني تشيك في شك انه موجود، ما الكلام وين؟ تصريح الباريماتش امبارح، انا واحد من الناس اللي بقول له إذا كلامك أنت صحيح وبدك تبرهن للناس طلع تشيك بقيمة 20 مليار و630 مليون دولار وقول هيدا لأمر الحكومي. أف إذا عمل هيك بيكون فعليا هيدا الزلمة هيدي بتحل أزمة؟ بتحل طبعا، هيدي بتعرفي شو بتعملنا؟ مش بتحل أزمة، بس إنه فيك تتخلى عنها. هي مقدمة هي مقدمة لقلنا إنه نحن من هون لسنتين قادرين ندعم وقادرين. هذا كلام مهم وضروري. إذا كان هذا الكلام صحيح يعني هيدا الشيء اللي صار بالدولار ما لازم يصير، وهيدا مقدمة لنروح نحن ندعم صناعات إنتاجية لبنانية اللي ذكرتيها، ندعم لها المواد الأولية ونعطيها التحفيزات. وهون وزارة الصناعة عم بتقوم بشغل كتير مهم بهذا الموضوع، ولكن أصلا في أكثر من قطاع لم يتم دعمه. ايه يعني كان في خطة ومصاري من السياحة مثل كل الدول. خليني أكمل يعني لك. بيتم دعم الاقتصاد الانتاجي وإعطاء تحفيزات للمواد الأولية وإعفاءات ضريبية وإعفاءات من ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، وبينقال وطبع الليرة اللي عم بيصير استثماره بالصناعات اللبنانية مقابل انه ما تجي صناعات من برا لجوا على مضاربة. وهون كل ليرة بتحطيها بالاستثمار بتساعدك لوين؟ بتساعدك بالانتاج. فاذا انا عندي 20 مليار و630 مليون دولار لازم انا اعمل خطة لانه اعمل الاستثمار بالنمو، والاستثمار بالنمو اليوم بدك تستثمري بقطاعات عم تستورديها من الخارج تنجيها بالداخل. ما فيني اضبط الاسعار اذا ما عندي انتاج داخلي. معالي الوزير، المواد الغذائية مليار ونص دولار. انا برأيي المليار ونص دولار بدل ما نحن نجي بقول انا بدي ادعمهم، واذا كنت بدي ادعمهم القرار ب 3200 ما عملنا شيء، لانه هذه التجار بكره بيقولوا لك انه طلعنا السعر. هل بصير مع الناس شو بس إن هون كانه يعني مستحيل يكون الدولار 3200 كسعر عام اذا الدعم على هالسعر. يعني عم بيقولنا هذا السعر، يعني هذا المينيموم. هذا المينيموم. يعني احنا شو عم نقول؟ عم نجي نقول وبعدين مش مدعوم كل شيء، يعني في كتير شغلات بدك تدعيها مش حتكوني مدعومه، وبالتالي عم نجي نقول نحن لهو التجار اللي هن اللي عم يتحكموا بالاسعار انه انتم الاسعار حتضل مرتفعه. هلا شو بيقول لك؟ بكره بيقول لك ما انا من الاساس مسعر المواد الغذائيه على اساس 3200. مين بيضمن لي انه هيدي الاسعار؟ يعني هلا النيدو اللي صار ب 82000 بكره بيقول لك ما انا مسعره على اساس 3200 مش على اساس سعره ب 5000. بس هون ما في، يعني هون الناس هون يعني هون ما فيهم يجيبوا فواتير المنشا او قد ايه السعر بكذا من مواد. هلا شو صار؟ يعني هلا شو صار بالفتره الماضيه؟ انه هيدي مسؤوليه. بدها فريق كبير، بده فريق نطلع قرارنا يكون قده. بدنا نروح للجمارك، بده يشترك فيه الجمارك، بده تشترك فيه وزاره الاقتصاد، وزاره يعني الداخليه. يعني احنا بدوله يا لا مش بالدوله، لانه اللي صار بينا مش بالدوله، لانه ضحك على بعض. هلا نحن بدوله، واللي صار هذا الانهيار السريع والتضخم الكبير بالاسعار هون النقطة. لهذا السبب عم نقول انه هيدا القرار اليوم قرار لو كان ناجح ما بدنا نحكي قرار شعبي، لو قرار ناجح وفعلا نحن هالقد بنمتلك احتياطات بمصرف لبنان، يعني نحن عنا قدرة لحتى. وبعدين على فكرة نحن ما عم ندعمهم، يعني هو المصاري يعني هم اموال المودعين صح؟ يعني نحن انت عم تدعم من اموال المودعين شو؟ للسلعة الاساسية. للسلعة الاساسية، يعني نحن عنا دولار، وبالتالي اذا هالمودع ما عم يقدر ياخذ مصرياته ليه عم تجي انت عم تقول له انا بدعم لك سلع اساسيه؟ او من وين؟ من التعاميم اللي صدرت انه الاموال اللي بتجي من برا لشركات الماليه تنقبض باللبناني والدولار بيروح لها، بيروح للدولار. اذا هيدي عم تنقبض باللبناني وبده يروح للدولار، حبيبي ليه بدك تقبضيها؟ هي السعر 3200. ليش بدك يعني هال 3200 كانه صار ليش بدك تقبضيها على 3200؟
منيح؟ اعطيه اياها دولار، وبدك تعمل انت التوازن، طيب عمل له مبلغ انه عمال معدل معين، بس حافظ على ال 1500 السعر الرسمي للدعم لتحافظ على القوة الشرائية، يعني هون إذا وما تخلي التضخم يوصل لهذا الرقم. إذا بدنا نعمل حسابات بسيطة هيك على بساطتها، 3200 عم ينقبض كل حوالي بالدولار من برا، الدعم عم بيصير على 3200، يعني ما في دعم، عم بيتاخد الدولار، صح ولا لا؟ هلأ. يعني خلصت هون، خلصت. يعني ما حدا ربحنا، يعني أي ما عملنا شيء من الآخر. عشان هيك عملنا له للوزير معلش، لو قلت لي عم بعمل دعم على 1500 او على 2000 وانا مش حاسمح للاسعار تطلع اكثر من 20-25%، مش مثل ما طلعت 100 و150%، ورح اجي احط حد لهول التجار بمطارح كتيري وما خلي هالتضخم ياكل الاسعار، ما كنا وصلنا لهون. القرار بدك القرار الصحيح معالي الوزير، روح ادعم الانتاج الداخلي، خلي بوزارة الصناعة عندها مشروع، تروح الدولة تيجي تقول انه انا بدي شيل 1.5 مليار دولار وحطهم ببنك اسمه تمويل صناعي، وبدي ادعم الناس اللي بتعمل لي صناعات داخلية لانتاج داخلي، لوفر هال 18 مليار دولار، قسم كبير منه بوفر دولار وبخليه بعمل دورة مالية وبخلق فرص عمل. وهيك كانت صرخت بعض الصناعيين بانه ينعفوا من التي في اي وغيرها، خاصة المصانع اللبنانية. شوف الصناعيين عاملين لهم شيء. والتغذية يعني الصناعات اللي بتعمل غذاء كمان، نحن بحاجة لأمن غذائي، يعني الصناعيين الاستيراد ما هو الامن الغذائي. ما الصناعيين في شغله مهمه، الصناعيين بلبنان نحن بحاجه لتكبير الحجم الصناعي، لانه الصناعات بلبنان كمان فيها احتكارات حسب نوعها والشباب نوع. لا لا كلها معروفه، الشباب محتكرين. والمشكله بلبنان المزارع عمل تاجر، والتاجر عمل صناعي، والصناعي عمل مصرفي، يعني ما في هيدي الشان يلي كله يعني بغزه وكل واحد بياخذ دوره. الصناعيين لتدعميهم بدك تدعمي لهم المواد الاوليه، دعم المواد الاوليه. هلا هيدا سموه اسبوع الصناعه بلبنان، بده الحكومه دائما بيقولوا انت بتحكي سلبي عن الحكومه، طب حقلكم شيء ايجابي. هلا هي انعطت هول ال 1200 في 450 مليار دولار، 450 مليار ليره دعم للصناعة، صح؟ هذا بتسجل لوزير الصناعة انه عمل مجهود كبير لحقق. صحيح. نقطة تانية كمان، بموافقة رئيس الحكومة نعمل على موضوع انه يعملوا اعفاءات اليوم للصناعة الداخلية بلبنان، هذا مهم، بس اليوم الرقم بعده صغير. قدروا يجيبوا 100 مليون دولار من اموال مين؟ الصناعيين. بس النقطة الاهم، راكدين الدولة بدهم يعملوا كابيتال كنترول، لك حبيبي تعملوا كابيتال كنترول على شو؟ اليوم في إذا بدك تعمل صناعة بلبنان بدك تنظم هذا الموضوع. وهلا بنحكي عن الكابيتال كنترول، ضروري نحكي عنه. كنترول مطول عن هالموضوع وقديش بيفيد وقديش لا، لأنه في البعض بيشوف أنه فيها إفادة، ناس تكون مثل بعضها بجزء معين، مش بس حدا بسمنة وحدا بزيت. ما التطبيق المصرفي هو اللي بينقذك. طيب فبالصناعة بدك تقولي اول شيء الصناعيين بيحتاجوا الى التحفيزات بالتسهيلات. طب ما هي التسهيلات كلها تسكرت مره واحده. هون خطوره، مش انه بس نجيب لهم مصرياتهم، لانه اذا نحن استثمرنا ب 2 مليار دولار بالصناعه بيعطونا تيرن اوفر 6 مليار دولار. هاي بالدراسات ومعموله بوزاره الصناعه وموجوده. وبالتالي حمايه الصناعه من السياسيين، حمايه الصناعه اليوم شغله كتير مهمه لاقتصاد انتاجي وخلق فرص. رح نتابع حديثنا، ولكن خلينا نروح على قصر بعبدة للاستماع لمقررات جلسه مجلس الوزراء اللي رح تتليها وزيره الاعلام منال عبد الصمد، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية بعد إقرار خطة ماكنزي التي وضعت تصورا عاما للوضع في لبنان وخصوصا للقطاعات المنتجة، معتبرا أنه لابد من تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص للوصول إلى إجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد. وأضاف الرئيس عون، بالنسبة إلى خطة الكهرباء طلبت من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة، وذلك انطلاقا من المصلحة العامة وليس من أي مصلحة خاصة.
لقد لاحظت الخطة إنشاء 3 معامل لإنتاج الكهرباء في الزهراني ودير عمار وسلعاتة، وحيث أن معمل دير عمار لا يزال متوقفاً لأسباب معروفة، وحيث أن معملي الزوق والجي قديمان وثمة حاجة لاستبدالهما بمعامل جديدة، الأمر الذي يفرض إيجاد معامل بديلة منها معمل سلعاتة، لا سيما وأن الدراسة التي أعدت تفرض تأمين التيار 24 ساعة على 24، وحيث أن مشروع الكهرباء له أهمية بالنسبة إلى المفاوضات مع المؤسسات الدولية. لذلك قال فخامة الرئيس لابد من السير بخطة الكهرباء كما كانت مقررة في العام 2019. بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة فقال قمت اليوم بجولة على منطقة البقاع الشمالي، ورافقني دولة نائب الرئيس وقائد الجيش، واطلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. مبدئيا يمكن القول أن هذه الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود من أجل إقفال هذا الملف الذي يتسبب بأضرار كبيرة وعلى مستويات مختلفة في لبنان. ويوم الأربعاء قال دولة الرئيس قمنا أيضا بزيارة مقر اليونيفل في الجنوب بالإضافة إلى مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، وأعلنت من هناك تمسك لبنان بدور قوات الأمم المتحدة ووكالاتها في لبنان من دون أي تعديل، وجددت التأكيد على التزام لبنان تطبيق القرار 1701 وضرورة إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القرار ووقف انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. على كل حال أضاف على جدول أعمالنا اليوم طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31 آب 2021. بالنسبة لجلسة مجلس النواب يوم أمس قال دولة الرئيس أنه بعد إقرار المجلس الكريم خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 ليرة لبنانية، وذلك لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين، المفروض اليوم إصدار قرارات ومراسيم لتحديد آلية التوزيع والمستفيدين. أما بالنسبة لخطة الكهرباء فقال دولة الرئيس أنه مجلس الوزراء يؤكد على تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 أيضا تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية، ويعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة دون التعارض معها حسب قول دولة الرئيس. ثم درس مجلس الوزراء جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأهمها الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان في جنوب لبنان اليونيفل لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31 آب 2021، الموافقة على طلب وزارة الزراعة تفويض الوزير بتوقيع مشروع اتفاقية تتضمن مساعدة فنية وهبة عينية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو حول تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين في كل من لبنان والأردن من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة. 3. الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد العقود المشتركة بين الوزارة والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على استخدام معمل غسطة لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة فونيكس أنرجي على شروط الحكومة كما كنا تداولناها بالجلسة السابقة. وأخيراً قرر مجلس الوزراء تأجيل البحث في التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل. شكراً. ليش 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 البحث بهذه التعيينات؟ لأنه حكى عدة أسباب، منهم من قال إنه كان في اعتراضات على بعض الأسماء اللي موجودة، منهم من قال إنه لأنه كرمال آلية التعيينات، منهم من قال إنه الوزراء ما حبوا إنه بعد الظهر توزعت الأسماء وهن طالبين 48 ساعة، يعني شو الأسباب الحقيقية؟ خليني فوت بالسبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو كان في بعض المداولات حول بعض المعطيات يلي في وزراء ما كان عندهم معلومات كافية حولها،
وكمان سبب آخر هو موضوع الآلية والبحث فيها، فعلى هالأساس كان التأجيل هو من حيث المبدأ وليس بأسماء معينة. لا فعليا كانت أكثر مبدئية أكثر ما هي شخصية. مفترض مثل ما بتعرفوا مجلس الوزراء كان بإطار تشكيل لجنة لخلق آلية للتعيين أو التوافق على آلية للتعيين يلي بتاخذ بعين الاعتبار الآلية المعتمدة بحسب السابق بسنة 2010، وأيضا كانت بتاخذ بعين الاعتبار اقتراح القانون يلي كان بمجلس النواب. حاليا أقر اقتراح القانون وأصبح قانون. مثل ما عرفنا كمان كان في كتير يعني امبارح مواضيع كانت انطرحت مدى دستورية القانون وغيرها، مش هيدا موضوع بحثنا. نحن كان بحثنا بالآلية يلي كنا عم نتناقش فيها باللجنة واللي أصبحت جاهزة باللجنة الوزارية، وعلى ضوءها نحن بدنا نتداول بهيدي الآلية لنشوف مدى إمكانية اعتمادها، لنبحث بأي آلية سوف يتم اعتمادها لكل التعيينات الجارية. لأنه نعم نحن مشان هيك قلنا، لا مشان هيك قلنا نحن منا مختلفين على انه يكون في آلية للتعيين، لانه الآلية هي ترعى مبدا دستوري اساسي وخاصة البنزيم من الدستور اللي بيحكي بالمساواة وبالعدالة. بس كان الموضوع انه اي آلية بدها تتطبق، واهم شغلة المطروحة هي توحيد هالآلية المعتمدة بالتعيين بين كافة الوزراء لحتى ما يكون في تمييز بمنصب دون منصب اخر. اليوم ما في اي تعيين حصل، تعيين مهم حصل، دائما بتطلع بحطوا السبب بامور ثانيه، بينما هي في الحقيقه هي قصه اسماء محاصصات وخلافات وتقسيم هيدا لمين وهيدا لمين وهيدا لمين. اليوم ما في ولا اي تعيين ظبط، ما في تعيين زبط، مش لأنه ما بدنا ناخد قرار، لأنه في بعض العقبات عم نحاول تزليلها. وأكثر من هيك أنا فيني أقول لك أنه اليوم كان ممكن أنه يطلع تعيينات، وكانت الحرص الشديد من دولة الرئيس أنه التعيينات تكون بتوافق من الجميع. ما فينا نطلع بأسماء بهالقد مراكز هامة وأساسية وحساسة بالدولة اللبنانية ويكون ما في توافق عليها من الكل، أو يكون في بعض الوزراء أو الأشخاص عندهم التباس حول مفاهيم معينة أو مواضيع معينة. فنحن لا، هي لا، اللي كنا عم نطرحه مدى يعني صفة الأشخاص أو آلية معينة أو صفة أشخاص، بس مش أسماء معينة بشخصها. ما بنعرف لأنه هي قرار بمجلس الوزراء، يعني ما فينا. بالنسبة لآلية تلفزيون لبنان، مثل ما بتعرفوا تلفزيون لبنان هو شركة مساهمة تملكها الدولة اللبنانية، وهي لا تنطبق عليها الآلية اللي كانت معتمدة بال2010، وأيضا بالنسبة لقانون اللي أقر امبارح أيضا لا تشمل هذه الآلية، ولكن ضمن إطار سلطة وزير الإعلام الاستنسابية أنا سمحت لحالي أني خفض من صلاحياتي لحتى أمشي بآلية موضوعية بتراعي الدستور والعدالة والمساواة، بتراعي الشفافية. فعلى أساس استأنست بالآلية المعتمدة بال2010 وأيضا بالآلية التي تم إقرارها بالقانون امبارح، وعلى هالأساس نحن ماشيين فيها وعم بتم تباعا عرض كافة المجريات هذه التعيينات بشكل شفاف أمام الجمهور. أخذت أكيد موافقة مجلس الوزراء عليها ورئيس الجمهورية بكل مرحلة، يعني بأول ما أطلقت فكرة التعيينات وبكل المراحل اللاحقة أنا حطيتهم بالصورة وتم الموافقة على هيدا الموضوع. وبالنهاية أكيد ما فيها خرق لأي مبدأ دستوري ولا أي مادة دستورية ولا مادة قانونية، لأنه فعليا نحن رح نمشي بطرح الأسماء، ثلاث أسماء نرفعهم لمجلس الوزراء، ولكن هالمرة بتكون مدعومة بمعطيات موضوعية مقنعة وقادرين أن ندافع عن كل اسم نطرحه على أساس هيدا المعايير الشفافة اللي بلشنا فيها من أول نهار.
مش ما في شيء مرتبط بشيء، بس نحن عم نقول انه كله عم يتابع وكله مفترض على نار حاميه، مش اكثر الا يعني الامور عم تاخذ بعض التدقيق والتمحيص، لانه هيدي المراكز مثل ما قلنا بده يكون في نوع من التوافق على اليه معينه وعلى مبادئ معينه وعلى ايضا صفات معينه او اشخاص معينين. ضيعتينا اكثر ما كنا ضايعين بموضوع التعيينات عن جد. خميس الجاي التعيينات وفق الي ام مثل ما كانت مطروحه اليوم؟ لا، الخميس الجاي بقى نبحث بالاليه. الخميس الجاي مش بتقرر التعيينات، بتبحثوا بالاليه؟ مفترض الاليه هي اولا ثم التعيينات. نحن اللي صار انه الآلية يلي تم تحضيرها من قبل اللجنة اصبحت جاهزة، فراح يتم عرضها الخميس، وعلى ضوءها نحن بنشوف يعني شو القرار اللي بده يتاخذ. يعني انا ما عندي جواب هلا، لانه هيدا اللي اخر شيء توصلنا له هي البحث بالآلية. وضحت ما هيك؟ انا ما بدي فل ما تكون واضحة الامور عندكم. وضحت؟ ميرسي لكم. إذن استمعنا لمقررات جلسة مجلس الوزراء اللي خلصت من شوي وانعقدت بقصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وأكيد ما صار فيها لا تعيينات، ومثل ما كان متوقع جدد لليونيفيل 31 آب 2021. أصلاً هلأ قائد الجيش تفقد الحدود الشرقية وقال لن نسمح لأحد بالإخلال بالأمن والاستقرار، وكان في رئيس الحكومة عنده زيارة وجولة على أكيد محل ما في اليونيفيل عشية التجديد جدد اليوم. ما بعرف قبل ما نرجع لحديثنا هيك استحضرني سؤال حول اليونيفيل، وأي متى نرجع نحكي عن تهريب والحدود وارتباط هذا الموضوع بال1701، بتشوف في ترابط؟ يعني كل ما يصير وقت تجديد لقوات طوارئك بيصير يعني اكيد دائما الترابط السياسي موجود، لكن ومش اول مره بيتعرض لبنان لهذا الضغط. هلا مصادف انه اليوم نحن بظل ازمه اقتصاديه واجتماعيه كبيره، وانفتح موضوع اساسي نحن واحده من المشاكل اللي بنعاني منها كمان هالمعابر الشرعيه والمعابر الغير شرعيه. والمعابر الغير شرعيه كان في وضوح حتى للأطراف السياسية إنه هو بدأ تشيل الغطاء، وأنا يعني قريت مقال بالإندبندنت لصحفي سوسن مهنا كتبت، عملت مقابلة حتى مع المسؤول الإعلامي بحزب الله حاج محمد عفيف، وحكت إنه وحكى يعني قال إنه لا تبرير ولا حماية بهذا الموضوع، وبالتالي إنه مطلوب إنه ضبط هذه المعابر حماية للاقتصاد اللبناني، لكن الموضوع التهريب بين الحدود اللبنانية والحدود السورية هو عمره من عمر لبنان، وبالتالي منه مرحلة جديدة من مراحل انه حدا هلأ متفاجئ فيها، لا، بس المبالغة بالكلام انه هيدا عم بيخسر لبنان مليارات، لا مش هالقد يعني، كمان هولي شوي اسمحوا لنا بالارقام سياسي يعني. طبعا هي يعني المشكله باب لفتح مواضيع. طبعا المشكله هو بخسر بنسبه معينه، بس ما حدا بيقدر يعمل ارقام يعني يحصيها. بس لقيت التهريب اليوم مبلش من الحدود الشرقيه وصولا ل يعني بنحكي من البقاع بنخلص بالشمال، يعني كل هاي المنطقه كلها عمليه تهريب. حتى في نواب حاليا بيشتغلوا كانت شغلتهم ومن طرف سياسي معادي لطرف 8 اذار يعني، فما هذه يعني جديد وفي ضياع متداخلة مع بعضها. هلا ضبط هذه المعابر ضروري، ضبط المعابر يعني ضبط أمور أساسية مهمة بتعرف الدولة كيف لازم تضبطها، والجمارك لازم يقوموا بدورهم، واللي عم بيعملوا الحمايات لازم يقوموا بدورهم، خاصة المواد المدعومة والدولة عم تخسر عليها يعني لدعمها ما يتم تهريبها. بس قد ما نقول مواد مدعومة بتضل بسوريا أرخص، بس هيك بين هلالين يعني بالله شو اسمه يعني بجزء معين بنوعية معينة تنكون أكثر لنكون واضحين. أكثر شيء كنا بنحكي فيه مادة المازوت، صح. هلا هني لاقولن حل يعني دول الحليفة مع سوريا لاقولن حل. هلا بالنسبة حلوها بلا جميل تاعتنا. وبالنسبة للي كان عم ينقال انه في 5 مليارات دولار كان عم بيطلعون السوق اللبناني عم بيروحوا، انه هولي عم بيأثروا بالعجز كل سنة وعم يطلعوا على سوريا، بس هو اذا كانوا عم يطلعوا على سوريا بس مش عم يطلعوا ببلاش، هو عم يدفع حقهم دولار كمان. يعني هيدا دولار عم يدفع هون بلبنان، يعني هيدا مش هيدا بسبب العجز. النقطة الأكثر من هيك، في مشكلة حنتصير قريبا
يعني كمان ليكون واحد بعد بصورته. فيه بعد أي. نتحمل مشاكل. السوريين اليوم عم بيعانوا بقصة الدولار ومن أكيد من الحصار، وإجا قانون قيصر هلا كمان بده يزيد من معاناتهم للأسف، وهذا شيء يعني يؤسف عليه، ومفترض كمان يلقى حل لهذا الموضوع. هلا هذا بنحكي فيه ببحث الشرق، لكن السوريين اليوم عندهم 17 مليار دولار بالمصارف اللبنانية محجوز عليها، هذه كانت تعمل أزمة. في فريق بلبنان حابب هذا الموضوع انه هي اذا بتعمل هاي بتعمل ازمه، معلش لا يا حبيبي ازمه شو بتعمل ازمه لانه بدهم مصرياتهم اكيد. هو جماعه يمكن يسوى غيره، ليش يسوون؟ شو هن حطوا مصرياتهم بلبنان لينحجز عليها؟ مش بس هن، كمان في اموال عراقيين، في اموال لدول تانية، وبالتالي هاي مش لازم ينحجز اموال حدا لا لبناني ولا غيره. بس انه بنرجع بنقول بنرجع لموضوع مصرف لبنان. بس انا في شيء بدي احكيه هون بموضوع كمان على موضوع تعميم وزاره الاقتصاد. نحن بيجي بنقال انه دولار صار 4000، طب اي احسن انه نسعر على دولار 4000 ولا نسعر على دولار 3200؟ فبيطلع الشعب اللبناني بيقول لا الحمد لله 3200. يعني هيدا نوع كمان من اقناع انه الحمد لله يا رب يبقى 3000، مش انه نفكر يرجع 1005. اهميته انه يرجع على 1005. انا اذا بتعمل لي خطه تقول لي انا بدي ارجعه 1005 2000، خلص ما هو القرار بتعرف ليه مستحيل؟ لانه خطه الحكومه كانت تكبير الخسائر. للأسف إشكاليتنا مع الحكومة وين؟ عملت إنه لازم تقنعنا إنه الخسائر كبيرة، ولازم نقنع الناس إنه هالقد خسائرنا كبيرة، فإذا ما قلنا حل تعالوا نروح على صندوق النقد الدولي. مش شرحنا هيك مش هيك شرحنا صندوق النقد الدولي قصة المليون عاطل عن العمل، إنه يمكن تكبير الحجم لتخويف الناس ولا شو من كان، بس عنا عدد كبير من البطالة. هلا حنوصل يعني من هون لست شهور من إن شاء الله ما نوصل، لكن إنه بالنسبة لموضوع اللي بيتعلق بالدولار اليوم، طب الحكومة إجت قالت إنه أنا بدي أبتدي بسعر صرف 3500. المشكلة الحكومة عم تخلقها. لما إجوا قالوا إنه الخسائر بلبنان 220 ألف مليار ليرة، وكبرنا هيدا الرقم، بس إذا نحن حسبناهم على دولار 3500 بيطلعوا 65 مليار. لما نجا نقال إنه بالبداية إنه الخسائر 82 مليار حسب لازار، ونقال إنه المصرف المركزي بيحمل 44 مليار و20.6 مليار للمصارف، والباقي بدهم يحملوه المودعين. طيب مصرف لبنان بيقول لك إنه أنا عندي 20 مليار و630 مليون دولار، نحن عم نقول له إذا هذا الرقم صحيح عم نطالبه قدم فيه تشيك للدولة اللبنانية، وبيقول إنه هو عاطي 8 مليار دولار للمصارف بفايدة 20%، وبيقول إنه هو عنده فروقات ذهب صح، لأنه 9 يعني 9 مليون و200 ألف أونصة كان شاريون ب 600 مليون دولار 600 دولار للأونصة، وبالتالي اذا 9 مليون و 9 مليون و200 الف أونصة ب 600 دولار للأونصة، اليوم في صارت 1720. هل 1720 مسجلين وين موجودين؟ هو بنقدر نستفيد منهم بيقللوا من الخسارة. هو عم يعمل هيدي حساباته، بس هون يعني فينا نستفيد إذا اتخذ القرار بأنه الاستفادة من هالفرق. ما هي المشكلة إنه ما في تكامل، يعني المشكلة إنه الحكومة بمال، مصرف لبنان بالمال، والمصارف بمال، والشيء المشترك بيناتهم المشكلة إنه ما حدا عنده سلطة على التاني. والشيء المشترك بين المصارف والحكومة إنه اثنيناتهم ما أشركوا مصرف لبنان بخطتهم، والشيء المشترك إنه الحكومة كمان اليوم اعترفت إنه هي ما أشركت المصارف بخطتها. الشيء المطلوب إنك بس يعني إنه إشراك المصارف، ولا إنه كان لازم إشراك إنه الحكومة تروح لخطة اقتصادية إنتاجية. أنا لفتني اليوم العودة لماكنزي وسمعت الوزير رائد خوري في قبل ما نحكي عن ماكنزي لأنه بده ياخذ وقت، بس لأنه كنا عم نحكي عن دولار اسأل هيدا السؤال من أحد يعني المتابعين، إنه إذا بالبنك عم بيحسب 1005 دولار عم ينحكى انه الحكومة 3500 والدعم 3200 يعني كذا سعر، وفي عروضات عم تجيون من البنوك انه يحولوا مصرياتهم اللبناني للدولار على 1005 وهيك بيعودوا خسارتهم. بعرف هون هل هالشي بيساعد او لا، مثل كأنه سؤال الناس محتارة شو بتعمل. شوف انا اللي بدي اقوله بهذا الموضوع، وليش بعد المصارف عم تصرف على 1005 اذا واحد عنده قرض بالدولار وتحويل القروض؟ لا لا يعني لا لا هون يعني هذه كتير مهمة. يعني هون أكثر من حدا سائل هيدا خليني أقول لهم، القروض بالدولار المأخوذة بالدولار
المصارف ملزمة على سعر الصرف ل 1500 يعني بوقتها أخذوا القرض. أي وما هيدا وحدة من المعضلات الكبيرة اللي هي بتشكل خطر كبير على الواقع الاجتماعي، مش بس انه القوة الشرائية اليوم التضخم 50% وفقدت 60% من قدرتها على القدرة الشرائية عندها، وخاصة لما نحكي بالموظفين والمتقاعدين اللي هولي مسحناهم مسح اليوم. هون نقطة كتير مهمة انه الناس اللي اخدي التزامات في 47 مليار دولار هيدي التزامات، في جزء منها 30 مليار دولار باللبناني وفي 17 مليار بالدولار دولار. وبالتالي هول اليوم ما بيقدر يحملهم السوق الا بالنسب تاعيتهم ل 1500. هون الحكومة ما فكرت انه 3500 منين بيجيبوا، يعني اذا كان موظف معاشه 1,800,000 ما بيتفقد وعنده قرض 400 دولار اللي هو 600,000 ليرة، بيصير قرضه اكتر من معاشه، مش هيك بتاخذ القرار ورح يبقى لاستنفاد القروض مش ولا رح يرجع مش يطلع يتحرك السعر؟ يعني القرار هون هون بدك تعطي لا انا بدي لك شغله، انا يعني هون بدي لك شغله، تخوف من تحرير السعر هون بقلب هون شو يعني تحرير الصرف سعر الصرف؟ هون كنا عم نشكل خطورته، اخطر شيء تحرير سعر الصرف. يعني شو بيصير بحق تنكة البنزين؟ شو بيصير بالقروض المأخوذة بالدولار؟ شو بيصير بأسعار الأدوية؟ شو بيصير بحق ربطة الخبز؟ ربطة الخبز اليوم حقها دولار 1500، مش هيك؟ بتصير ب 3500. طيب بس انه في واقع، وحتى يعني هيدا في كارثة، هيدا احد شروط الصندوق النقد. معلش ما نحبش بحاجة لشروطه، بحاجة نحن لروح نعمل سياسة اقتصادية انتاجية، بحاجة نحن نروح ننوع بخياراتنا، بحاجة نحن نروح نفتح اسواقنا، بحاجة نحن لنجي نقول انه هيدي مشاريعنا. تفضلوا الدول اللي مثل الشرق اللي كانت مستعدة تدعم العديد من المشاريع بالداخل اللبناني، واللي حكينا عن النظام الاقتصادي اللبناني انه هو ما بيعطي نتيجة. أنا عم بدعي رئيس الجمهورية، طب ما في شيء ما عملوا لك يا فخامة الرئيس بعهدك إلا حاربوك فيه، مش هيك؟ خد قرار، مش بس قرار جريء، قرار جريء ومفيد وإنقاذي للبلد، وتوجه إلى الشرق، وهذه الدول اللي عم بتحاربك رح تيجي تقول لك اللي بدك إياه، خديها مني. رئيس الجمهورية بيتوجه من دون ما تكون الحكومة مساندة؟ بتروح معه، لأنه تنكون واضحين السلطة التنفيذية مين؟ يعني الدولة يعني السلطة التنفيذية. التنفيذي انت برأيك انه رئيس حسان دياب اذا قال له في حدا بيجي بيعمل كهرباء من دون ما ندفع الدولة حقلهم لا؟ ايه بس حسان دياب بذاته طرح موضوع الكهرباء اللي صار عليه خلاف على التصويت، اللي كمان عمل سجال بهذا الموضوع، عمل سجال بينهم وصار في الأفرقاء يعني بينت تبينات حول أكثر من خيار. إذا أنت اليوم جاييكي عرض من الشرق، خلي الناس تعرف، أنا بدي أقول للناس شو هي عروضات الشرق، لكن برجع بقول على الشرق أن يبادر، وعلى الدولة أن تكون حاضرة، وعلى الدولة أن تبادر باتجاه الشرق، وعلى الشرق أن يكون حاضر أيضا. هيدي معادلة مهمة بالشرق والشرق، عم يعني شو من منطلق تقديم استثمارات أو الدخول طبعاً باستثمارات وليس مساعدات وهبات واللي تعودنا عليه استثمارات. في ناس قالوا أنه الشرق حيعطي قروض، يا حبيبي أنت مؤتمر صادر اللي معول عليه، واللي خطة ماكنزي معتمد عليه، واللي صندوق النقد الدولي معتمد عليه، ما عادش في شيء اسمه مؤتمر صادر، لانه مؤتمر صادر هو عباره عن قروض، وهيدي القروض كانت ضمن شروط، وهيدي الشروط هي شروط صندوق النقد الدولي اصلا ظروف كلها، بس ما هي شروط صندوق النقد الدولي تحولت من مؤتمر صادر لماكنزي لصندوق النقد الدولي وبعدها بنفس الشروط. لذلك الشرق شو اجى قالنا؟ اجى الشرق عم بيقول انا بحل لكم مشكله الكهرباء باستثمار بي او تي. اوكي ممتاز، البنى التحتيه كلها حتصير طيب هيك على هذا. عم بيجي بيقول لك انا بعمل لك سكه حديد بربط المناطق ببعضها، ومعروف انه سياسيا الناس ما بدها تربط المناطق ببعضها، لانه لما الشرق بيقول بعمل سكه حديد، شلون سكه الحديد؟ يعني انا هذا الاقتصاد الاستهلاكي المدولر، انا بحاجه لمليار ما بيكون و مركزي لا حتى كمان ايه، بس بحاجه لمليار و500 مليون دولار انا استورد صح فيول صح. عفوا استورد بنزين محروقات. ليه؟ لانه ما عندي خطه نقل. اذا انا صار عندي سكه حديد، قد ايه بوفر من استيراد البنزين؟ هذا واحد. اثنين، قد ايه بوفر من خسائر لكلفه النقل اللي عم بتصير بداخل اللبناني؟ نحن عندنا خساره كل يوم بالاقتصاد 2 مليون دولار من وراء النقل. لما انا بجي بعمل هذا التوفير وبخلق دورة اقتصادية وبربط بربط مرافق بيروت بالحدود، هذا قد ايه مهم. النقطة الثالثة، عرضوا تطوير المرافق البحرية.
لما عملوا الاستثمارات بحيفا عند العدو الإسرائيلي، قد ايه عم بيدخلوا مرفق حيفا للعدو الإسرائيلي سنويا؟ 3.5 مليار دولار. نحن عنا لا ما بيسوى. طب اجوا قالوا لنا بدنا نعمل هيدي المرافق، واجوا بدهم يعملوا مركز لصيانه السفن على المتوسط لانه بحيفا ما بيزبط. هون بيزبط، هون اهميته لموقع لبنان، موقع لبنان كتير مهم. طب هذا كمان لا. لما بيجي الشرق بيقول انا بدي اعمل لك علاج لموضوع بحيره القرعون، وما لاهميه هذا الموضوع بالمي على الزراعه ولا لاهميته على الانتاج الصناعي وصناعه المواد الغذائيه. صح. طيب اللي عم بيقول لا تعال اعطيني بديل، بس هون اللي عم بيقول لي لا الشرق والغرب رح يكونوا هن وبعدهم اصلا يعني بصراع دائم رح تتظهر على ساحتنا الداخليه. ليش بتتظهر لما بيجي الشرق بيعرض تخلي تحويل هذا الموضوع؟ وهون بنرجع نربطها بالعقوبات وما يتترتب عنا، وكنت ذكرت ان شوي مساله شنكر والعقوبات والوزير باسيل يعني جينا كمان سؤال عليه عنه، هذا عم يجينا كثير عنه، بس انا حوضح هذا الموضوع. اي بس لا مقوله انه بموضوع الشرق، الفرق بين الشرق والغرب، الغرب بياخد، الغرب بيجي بيقول لك مثل ما عاملين بلبنان اتفاقيات بنصدر على اوروبا ب 9 مليار دولار ومن نستورد من اوروبا 9 مليار، يا ريت نصدر نستورد من اوروبا. الغرب بيقول لك بتستوردي من اوروبا 9 مليار دولار الاتفاقيات اللي عملتها مع لبنان وبتصدري لهم ب 300 مليون دولار. طيب الشرق، الفرق الشرق بيعطي، بيخلق لك حاله انتاج صناعه. الشرق اليوم عنده اقتصاديات واعده بلبنان. مش انا رأي ما عم اقول هيدا. لا لا ما انه راي سياسي هيدا يعني لا لا رأي... ليش راي سياسي عمر كمان ليش راي سياسي؟ لما بيكون الغرب، الغرب عم يجي عم يعطيك قروض مش هيك؟ ما اجى دخل هو ليحل مباشره. على فكره قصه ايه ما عطى حل على فكره على قصه صندوق النقد الدولي، بس هيك كمان للناس تعرف من 92 لل 2019 هني دائما كانوا موجودين. وبالتالي نحن شو محطوطين قدام خيارات اليوم؟ الخيارات المحطوطين قدامها انه يا جماعه الانهيار قادم، جربتوا بال 4000، شفتوا كيف طلعت صرختكم بال 4000، شو رايكم بالعشرة؟ او بتقدموا تنازلات او منروح بنعمل اقتصاد انتاجي او منروح بنعتمد على حالنا ومنقوي حالنا. هذا التهديد انه تروح على الاقتصاد الانتاجي وتنوع خياراتها مثل ما الغرب بده يعطيني والشرق بده يعطيني اللي بده يعطيني. اهلا يعني وسهلا، عدم الرضوخ للتهديد ويكون في عنا تعمل توازن، تعمل بلان بي. أوكي. وبالتالي هاي نقطه مهمه. النقطه الاهم كمان انه كمان الشرق بدهم يعملوا انقاذ للواقع المصرفي بلبنان. يشوفوا الشرق. مش حاحكي اكثر من هيك. قبل ما يجي الوقت في نقطة مهمة كمان عملتها تركيا مع قطر. بتعرفي تركيا شو عملت مع قطر؟ كيف انقذوا المصرف المركزي القطري؟ عملوا نوع من السواب باخر ازمة يعني. ايه عملوا نوع من السواب، المصرف المركزي القطري مع المصرف المركزي التركي 17 مليار دولار. بس قطر لا تقارن بلبنان يعني الاحتياط اللي عنده هي انقذته. ايه قصدي ان يعني نحن انه عم بيقولوا شو في حلول، انه في كتير شغلات. قطر غاز بلبنان، شو وضعه الغاز؟ معلش للمشككين بموضوع الغاز بلبنان انتبهوا، هذا الموضوع ما حدا يقدم خدمة للخارج مجانية. اولا الغاز موجود بلبنان، شنكر اجا اكد هذا الموضوع بالبلوكات 8 9 10، بالبلوك 4 بعده عم تندرس التحاليل، مبين انه في واحد تسقف. اللي ما بيعرف واحد تسقف يا شاطرين، انه بكره اذا اضطرينا باسوأ الحالات ممكن نعمل شركه وطنيه تستخرج هذا الغاز وتغطي غاز للبنان ككل لمده 15 سنه بس ببلوك واحد. فهيدي قصه الغاز والنفط شيلوها من كل حساباتكم. لانه ما يتعرض له لبنان، واللي روج للشائعات ما يتعرض له لبنان بكل وضوح، ما يتعرض له لبنان هو بسبب اولا الحدود البحريه، بسبب نتائج الانتخابات اللي ما اجت على طبطاب المجتمع الدولي. لانه حتى المجتمع الدولي بده نتائج انتخابات، لا بده نتائج انتخابات مثل ما بده، بيحكيني بالديمقراطيه بس مثل ما بده، او بيعمل علي حصار اقتصادي. حزب الله لا لا ككل، كل نتائج الانتخابات لا لا كل نتائج الانتخابات ما اجت مثل ما بده، كان بده اياها تطلع بغير طريقه. النقطة الثالثة، قال لبنان تعرض لهجمات اقتصادية كبيرة، ويمكن بيجي وقت بعدين نشرح انه كمان لما انضربت شركة ارامكو بلبنان، عفوا انضربت شركة ارامكو بالسعودية، تم ضرب لما انضربت شركة ارامكو بالسعودية تم الهجوم على قطاع المصرفي بلبنان. وبالتالي الامريكان هاي المعادلات اللي عم يعملوها، معلش هاي المعادلات اصبحت واضحه. لهذا السبب التوجه للشرق
بيعمل معادلة مع هالدولة العميقة الموجودة بلبنان اللي عم بتخلي انه الامريكاني هو بده يتحكم بكل مفاصلها وعم بيدفعنا الثمن. اذا نحن عنا مشكلتين، يعني عنا مشكلة حصار خارجي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، عنا مشكلة انه العرب تخلوا عنا، عنا مشكلة انه الحدود مسكرة، عنا مشكلة انه عم نعيش بمنطقة كلها ازمات اقتصادية، ولا عنا المشكلة الاهم من هول الاربعة؟ الاهم من هول الاربعة طبيعي العدو الاسرائيلي هذا مشكلة قائمة دائما. والاهم من هول الاربعة شو هي؟ مشكلة الفساد الداخلي وهذا النظام ضد الخل منه فيه. قبل صح. ما قبل ما يهمنا الوقت لماكنزي قبل ولا بدك العقوبات؟ لا 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 هون نقطتين العقوبات وماكنزي لانه انا قطعتك لتحكي عنه. صح هيك تفضل. بالنسبه للعقوبات اللي ذكرناه بموضوع الوزير باسيل لانه انا اجاني كثير عم يسالوني بمعنى شنكر كان عم يحكي من فتره ودائما عم يحكي بالعقوبات ودائما بيلمح لحلفاء حزب الله وبيلمح بشكل اساسي للوزير باسيل. ليه؟ لانه هو من ابرز المرشحين لرئاسة الجمهورية وبالتالي عم بيصير نوع من ابتزاز له بهذا المجال. لهذا السبب اللي بيقولوا انه مين عم يفتح معركة رئاسة الجمهورية؟ الامريكان اللي عم يفتحوها من اول الطريق مش حدا تاني، هني عم يفتحوا وهني عم بيجربوا يعملوا هيدي العرقلة مقابل انه بعد سنتين شباب بعد في سنتين لرئاسة الجمهورية والرئيس صحته منيحة وموجود ومكمل. الله يطول بعمره. وبالتالي هذا الموضوع صار خارج خارج الإطار اللي عم نحكي فيه رغم إنه كل الظروف. يعني خلق مشكلة مش موجود. صح خلق مشكلة لا تحت التهديد ولينقال لبيئات معينة إنه ها شفتوا ما من وراء هذا الموضوع أنتم معرضين لأزمة اقتصادية. لا معرضين لأزمة اقتصادية لأنه أنتم عم تفرضوا يعني علينا حصار. من وراء حزب الله أنتم عم تعيشوا هذه الأزمة والعقوبات. ما هي دائما خلق بس هو شو بينعمل بس ما أنت عم تعمل لي هذه العقوبات بس أنا في ورق قوي بإيدي. مين اللي قال نحن ورقنا ضعيفة؟ يعني مثلا لبنان غير انه واقع الفساد اللي بده علاج كتير كبير ببلش من المصارف ما بيخلص بمطرح تاني بس كمان ما بيخلص عند الحكومة لحتى نكون واضحين لانه عجز الحكومة كمان وصل لهذه المطارح. لكن كمان بدنا نحكي بموضوع كتير مهم انه الواقع الداخلي بلبنان نحن عنا نقاط قوة ضحينا فيها كتير. النزوح السوري بلبنان هو نقطة قوية. كل المؤتمرات اللي كانت عم تنعملت كانت عم تطلب انه تثبيت النزوح السوري بلبنان وانا اخشى انه يكون صندوق النقد الدولي بكره يحط لنا شيء لغم ويحط لنا شيء تفاوض انه واحد من هذه المواضيع وانا بنصحهم اذا انه هل يعني حق سيادتنا انه نحن كيف فينا نواجه هذا الموضوع؟ بدنا نواجهه بالسياده الاقتصاديه، بدنا نواجهه بالانتاج الاقتصادي، بدنا نواجهه بتنويع الخيارات، بدنا نواجهه انه بكل شيء انه نحن نرجع نوضح للعالم انه لبنان مش مثل ما انتم عم تتخيلوه. الواقع اللبناني لبنان متعرض لحصار ولعقوبات وعم يدفع ثمن وكلامه يعني كلام الأخير لديفيد شنكر كان كتير واضح عم يحكي بدهم تنازلات سياسية بلبنان. الغريب انه الأمريكان كل أزمة كورونا اللي عندهم والمصايب اللي عندهم إياها هلأ واللي عم تنخلق بس كل اللي بيهمهم بالسياسة الخارجية لبنان يعني هالتركيز على لبنان والصين ما بعرف انه بده يواجهوا لبنان والصين انطلاقا من لبنان. ماكنزي بالنسبه لماكنزي بدي اقول لك خطه ماكنزي ممكن تكون منقذه او دعم لانه نرجع نستفيد من كم بند فيها او لا؟ لا لا ما عجبتك انه رجعوا الارتكاز لا لانه بتعرفي ليه؟ مع انه فيها هلا هلا اذا بالموضوع موضوع الزراعه والصناعه شوفي هلا الوزير رائد خوري عامل اير وزير رائد خوري هو عامل مجهود بالنسبه لهذا الموضوع وعم بيحاول انه يلاقي انه بيلاقي طريقه بس انا بدي اقول له اياه ما شروط ماكنزي يا معالي الوزير بتشبه كمان بخطه صندوق النقد الدولي وبتعتمد على صدر وبالتالي تحرير راس المال وزياده الضرائب ومواضيع الاستهلاك ما عم نحكي يعني عم نحكي في حلول ثانيه يعني سريع في هاي الحلول سريع ما هي حلول سريع ليش ماكنزي حل سريع ماكنزي عم تحكي من اول لخمسة عشر سنين ماكنزي وبعدين صندوق النقد الدولي بيجي بيقول لي لما بيجي بيقول لي ممنوع انا زيد الرواتب لمده خمس سنين وبعمل تضخم بده يعمل سعر صرف على 3500 شو بعمل انا بالمتقاعدين شو بعمل بالناس بكل الرواتب بلبنان شو بيصير فيها بالقطاع العام والقطاع الخاص هو متدهور يعني هيدا عم بياخدني لمطرح فيه انفجار اجتماعي يعني هون السؤال مش السؤال هون الالحاح انه نطلع شوي للامان الامن الاجتماعي اللي مش موجود طبعا.
يعني وقت يعني بدي اسالك سؤال، بيقولوا لك اللبناني فيكي متكبر لازم تقنعيني؟ يشتغل بشو ما كان برا بيشتغل، بس الدولار اللي بيطلعه برا عم بيقبض عزيز عليه مقابله ومش عزيز. لا انا عم بقول انه مأمن له بدول اللي عامله امن اجتماعي منيح، انه انا اذا اشتغلت 20 سنه بصير عمري 64 مش ناطره ابني ليعيشني. معلش هيدا اللي طبعا. معنا يا بلبنان، ما هيدي التقديمات وهيدا اللي بس واحد شو مقدم لي صندوق النقد شو بيقدم لي بهاي الخطه؟ الحكومه اللي عملت خطتها شو مقدمت لي بهذا الموضوع؟ لاول مره انا بقرا تجربه مش عم بفهم، عم بيصير في تسويه على الخسائر بلبنان. قاعدين اليوم بين المصارف والحكومه واللجنه الماليه عم يعملوا تسويه على الخسائر، انه كيف منظبط التسويه السياسيه منظبطها بالخسائر. هذه ولا مره صايره. لهذا السبب اللي عم نقوله انه نحن بلبنان عنا كتير من الحلول. النزوح السوري كلفته 25 مليار دولار، هذه ورقة قوي عنا إياها. موضوع النفط والغاز لو بلشنا بالبلوك رقم 9 و8 كان أفضلنا بكتير، وبالتالي مش منه جس نبض يعني. لا لا مش هيك، لأنه كان هنيكي فيه بالحقل المشترك مع كاريش مبين أنه عندهم غاز، وبالتالي هي حقول مشتركة بلبنان، يعني كنا اختصرنا مسافة موضوع التنويع الخيارات كتير مهم، والتلويح له كتير مهم، وبالتالي أنه مش الأمور بتاخده قرار حكومة حسن دياب هذا القرار، يعني اللي بياخد قرار أنه أعمل دولار ب3500 وما أرفع المعاشات 5 سنين ويصير عندي هيدا الغلا وأنا أكون معرض لانفجار اجتماعي، ولا بروح بعمل قرار هلأ من فترة مش عملوا إقرار، مش عملوا إقرار، مش عملوا إقرار يعني لنفق، مش عملوا إقرار لنفق اللي بيوصل على منطقة الباع. هيدا من 100 سنة حكيين فيه. مين بده ينفذه؟ مين بده ينفذه؟ شركة كمان على نظام بي أو تي. مين؟ من الشرق. صح منيح. يعني انه قديه عمره هيدا اكيد بتعرف عمره. وبالتالي في كتير نواب وفي كتير امور، منطقه البقاع منطقه غنيه ممكن الاستفاده منها، اقرار المشاريع المدن الصناعيه مهمه، المغتربين بدنا نعرف انتوا لكم دور كبير بانقاذ لبنان، ولكن الواقع المصرفي اليوم هو مش عاطيهم ثقه. بدنا ثقه، بدنا مين بده يخلق الثقه؟ بدها تخلقها الحكومه. بدل ما اجي اعمل انا صندوق لبيع فيه املاك الدوله، لا بدي اعمل صندوق لاسترجع املاك الدوله، بدي اعمل صندوق لحمايه. يعني مثلا هيك مثل صغير، اذا عملنا اليوم شركه اتصالات ثالثه، معنا دقيقه بعد اوكي، عملنا شركه اتصالات صغيره ثالثه، وقلنا كل مدخول هيدي الشركه بدي روح غطي فيه انا استثمره اما بالصناعه او بدي غطي فيه جزء من اموال المودعين على مده 4 سنين ولا دوله؟ لا الدوله تمام، الدوله هي بتشرف عليها، اداره خاصه بدك اياها، بس نعمل هذه الشركه، شركه ثالثه او رابعه. منيح بتكسر الاحتكار بكسر الاحتكار، بنزل الاسعار وبدخل وبجيب مدخول وبعطيه لمين؟ بعطي ثقه، برجع بدعم فيه جزئين، جزء من الصناعه وجزء. ايه هذا ده بده وقت نتالي، قديش بده وقت؟ بده قرار. الاستثمار بالزراعة قديش بده وقت؟ بدل ما يجوا يقولوا لي بدي بيع كيلو البطاطا ب 3000 ليرة بلبنان و2500 وكانوا يقولوا انه وكانوا يقولوا شو؟ لا بلي طلع الدولار. طلع الدولار حبيبي، انت عم تزرع هون، هلا حيدعموا لك المنتوجات الزراعية، بدك تضل تبيع بهذه الأسعار، بلي طلع الدولار. طلع الدولار، كنتوا تقولوا كانت تنكب المحاصيل بالأرض لأنه عم نستورد. والبيض. قاموا شو عملوا؟ صاروا هني المحتكرين. فإذا اليوم كيف بدي عالج أنا الواقع الاقتصادي وعندي نظام الاحتكار؟ كيف بدي عالج النظام الواقع الاقتصادي روح للأساس والاحتكار المغطى من السياسي؟ نرجع للأساس، الأزمة السياسية، وإذا حلت بالسياسي وجدت كتير حلول بالاقتصاد. قبل ما نختم بمعلومات للأو تي في، رئيس دياب قال للوزراء أو منصير بالتعيينات الأربعة أو منأجل، وتم تأجيلها لجلسة الخميس اللي جاي لبحث آلية الحكومة. هلا ان شاء الله ما يصير في مشكله على تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان. التعيينات الماليه هي، وبالتالي التعيينات الماليه لازم تكون ضمن خطه ورؤيه ماليه واقتصاديه، مش مين بدي اجيب ليصير لي امور الطائفه جوا، بدي اجيب حدا يحمي الواقع المالي والنقدي وخلص. ما عرفت ما بيشبع من الحديث معك، ولكن وصلنا لختام هذه الحلقه، اكيد على امل ان نرجع نلتقي تكون توضحت الصوره اكثر. انا بدي اشكر حضورك معنا زياد ناصر الدين، الكاتب والمحلل الاقتصادي. مشاهدينا انا بدي اشكر متابعتكم لهالحلقه، برجع بلتقي معكم بنشره اخبار 8 الا ربع، فالى اللقاء.